مرحبا من جديد في حوارات مسار مرة أخرى، مسار من أجل الديمقراطية والحداثة، منظمة مجتمع مدني كندية تعنى بالحوار السوري 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 العربي والسوري العالمي، تعنى بحوار الشرق الأوسط والحوار بين الدول والحضارة. على منبر مسار نطرح الأمور كما نراها كما هي، ونحاول أن نناقشها في أفضل شكل ممكن، نضيء عليها من زوايا مختلفة، وهمنا الوحيد هو موضوعية الحوار والحوار الديمقراطي. مسار ليست منظمة إعلامية وليست منظمة سياسية، همنا الأساسي هو خلق هذا التيار الوطني الديمقراطي وترسيخ أسسه. هذا التيار يبدو أنه الحامل الوحيد في هذه المنطقة للخلاص من هذا المستنقع. قبل البدء نهنئ نفسنا ونهنئ سيادة العميد أحمد الرحال بالإفراج عنه في تركيا، وأيضا نشكر الدولة التركية أنها أثبتت أن هناك قانون ونظام. كان لا يليق منذ البدء احتجاز سيادة العميد أحمد رحال باحتجاز إداري. رأينا مثل هذا الاحتجاز في أنظمة القمع، ورأيناه في إسرائيل، لا يليق بتركيا التي تدعي دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات أن تقوم بالأصل بمثل هذا الوضع. سيادة العميد رحال موجود في اسطنبول وهو جاهز لأي مساءلة، وإذا كان قد ارتكب أي مخالفة كان عليهم أن يتهموه بها ويحاكموه علنيا وهو هناك. الحرية تليق بسيادة العميد أحمد رحال، وهو يليق بها كما هي تليق بكل السوريين. قبل البدء هناك اليوم عملية تداعي شديد دولاتي حكوماتي للتطبيع وتوقيع السلام مع إسرائيل في الشرق الأوسط. هذا الوضع ليس ابن هذه اللحظة، هو ابن مسار طويل، لكن تكتيفه في هذه اللحظة أمر له دلالات. ضيفنا اليوم هو أستاذ كبير وصديق عزيز الأستاذ عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات، لكي نضيء على هذا الوضع فلسطينيا إقليميا عربيا وضمن سياق السياسة العالمية. وقبل البدء كلمة صغيرة للدكتور ميشيل سطوف لبدء هذا الحوار. تفضل دكتور ميشيل. يا مساء الخير، هلا بضيفنا العزيز الكريم الأستاذ عريب، هلا بالأصدقاء الحضور، تحية طبعا باستمرار لشعبنا أينما كان أمام كل التحديات والكوارث التي يعاني منها. لابد من تحية لثورة أكتوبر للشعب اللبناني، وتحية أيضا ثورة أكتوبر للشعب العراقي، وتحية صراحة للصمود الوطني في كل يعني نقاط وبلدان العرب وبلدان المنطقة، البحث عن مخارج مثل ما تفضل الأصدقاء من هذا المستنقع المزمن. صراحة بالنسبة للعميد أحمد رحال، طبعا تمنينا عليه أن يرتاح وقبل أن يتوجه ربما كما يراه مناسبا، لكن هو خرج تحت يعني استمرار المحاكمة، صح التعبير إفراج، لكن هناك متابعة للمحاكمة. نأمل أن يأخذ القانون والعدل طريقه بعيدا عن التقارير والكيديات التي خضع لها العميد أحمد رحال نتيجة صوته ونتيجة كشفه للفساد والانزلاقات التي تتعارض مع مصلحة الثورة السورية ومع مصلحة الوطن ككل. وأيضا قرار الترحيب ما زال قائما، إلى جانب أنه عمليا سيعاني من العزل وربما عدم العمل ومشابه بكل ما يجبره ذلك عليه من متاعب. العميد أحمد رحال وجه عدة تسجيلات
وفي المستقبل القريب يعني بيتحدث على منبر مساء، ويشكر طبعا كل الذين بذلوا جهدا، وخاصة من الوطنيين غير الرسميين، من الوطنيين السوريين غير الرسميين في خارج إطار المسؤوليات، الذين سعوا وصراحة جاهدوا على أكثر من صعيد من المحاماة ومن الضغط من أجل أن يكون العميد أحمد رحال يعني أمام حقوقه المستحقة، أمام حريته، وأمام أي مسائل قانونية عادلة. هلا فيما يخص الموضوع صراحة يعني من 50 سنة على الأقل في هناك انحدار واضح بالوضع العربي عن طريق الحكام، يعني هذا ليس مخفي على أحد، حتى لو صارت حرب أكتوبر مش عارف حرب كذا وما شابه. وعمليا الألغام على الصعيد العربي الرسمي كانت تتتالى شئنا ما بينا، وقد شاركوا في إنضاج هذه اللحظة التي وصلنا إليها. هذا ليس اتهام لأحد، لكن هذه حقيقة تطال الجميع، حتى أن أيضا يعني النسق الفلسطيني منذ سنوات عديدة رسمي أقصد طبعا عمليا انخرط في هذا الأمر، سواء في رهانات معينة لم تكن دقيقة، سواء ضمن تراجعات الوضع العربي ككل. المهم أنه ما صدق، وأصبح الانقسام الفلسطيني هو أخطر صراحة أعداء القضية الفلسطينية، لأنه عمليا يسحب عنها كرسيته، يسحب الإجماع العربي حوله والإجماع الدولي، عندما يصبح وأصبحت السلطة كسلطة سواء في حماس أو في الضفة هي عمليا يعني الهدف ذو الأولوية، مهما كانت من تنازلات سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد مش عارف بدي أقول بالنسبة لحماس أو بالنسبة ل الأداءات التي تتعلق بمناصرة إيران من هنا والنظام السوري من هناك وما شابه، بمعنى أن السلطة في عند حماس أصبحت لها أولوية في غزة، وهذا ما أساء إلى القضية الفلسطينية. الآن حدث ما حدث، أنا بتقديري البكاء على الأطلال وعلى المواقف وإدانة هذه المواقف على ضرورتها طبعا، وعلى الوقوف وجهها أيضا طبعا من قبلنا وقبل كل الشعوب العربية هنا وهناك، لكن هي أمر واقع وسميناها التدافع، لأنه فعلا في هناك تدافع. صحيح أن ترامب ضغط وما ضغط وما عم بيعبوا، لكن كل هذه الأمور ناضجة، كان في بحرين سفارة من 10 سنين، وفي قطر كان في كذا، والإمارات مش عارف، ومصر ناهينا، والمغرب كذا، ويعني معظم البلدان العربية. والآن صراحة لو بدنا نأخذ الجغرافيا ونأخذ الجماهير عدد ناخذ الأنظمة، يعني الجامعة العربية التي لا تستطيع أن تجد من يرأس دورة أعمال، ما حد حابب يدير، يعني بنشوف إلى أي حي إلى أي حد وصل التدهور العربي. فهذا يستدعي منا، وهذا ما يمكن أن نضيع عليه الأستاذ عريب ومهمي أمام الجميع، كيف هي المهمات. وكنا تحدثنا سابقا حتى مع الأستاذ عريب أنه لابد من نظريات جيوسياسية استراتيجية جديدة يمكن أن نعمل عليها جميعا، لأنه أصبحوا الأعداء موحدين تجاهنا، والشعوب يوحدها أعداؤها ليست فقط قضاياها المباشرة. فأمام هذه المهمة نتمنى أنه منبر مسار يساهم ويستمر بمساهمته في البحث عن برامج عمل وأساليب جديدة باتجاه ذات البوصلة التي تدافع عن ذات الحقوق. لذلك سميناها تل أبيب، ولا سميناها كذا، بمعنى أنه الكيان الصهيوني تل أبيب إسرائيل، يعني أصبحت الأمور أمام ما يحدث أنه الحق على الحكومات أو المسؤوليات الفلسطينية، المسؤولين الفلسطينيين مشان تبرير ما يحدث، وهذا يعني جزء من الحق يراد به كثير من الباطل. عفاكم الله. شكرا دكتور ميشيل. أستاذ عريب أهلا وسهلا فيك مرة ثانية على منبر مسار، ضيف عزيز. ترى اليوم معنا أن هناك تحولات جذرية تجري في الشرق الأوسط، هناك على صعيد الشرق الأوسط شعور متنامي لدى بعض الأنظمة أن هذا الشرق الأوسط يفقد أهميته شيئا فشيئا، وصارت الأنظمة القلقة خلال هذه الصراعات تبحث عن ركائز ودعائم بأي سعر. لم تكن العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج ولا مع كثير من الدول العربية بنت اليوم، قطر هي قد تكون من بدأت في الخليج، الإمارات كانت العلاقات
شبه دائمة في تعاون أمني وتجسسي وعدو مشترك بالنسبة لهم إيران. هذا الصراع بالشرق الأوسط دفع الجميع إلى تموضعات جديدة وأعطاهم نوع من محاولة إيجاد تبرير لما يحدث. تركض اليوم الإمارات ودول الخليج ودول شبه الجزيرة العربية لتقول نحن لم نكن في حرب مع إسرائيل، والفلسطينيين هم الذين بدأوا السلام والتطبيع. هذه مصر خرجت، هذه الأردن خرجت ووقعت أيضا، سوريا ولبنان تحت الهيمنة الإيرانية، ثم كان هذا خبزهم اليومي خلال كل فترة عقود حكم العسكر، المتاجرة بالقضية الفلسطينية. الانقسام الفلسطيني قاتل ولم تبدو ملامح للخروج منه. كيف ترى الوضع اليوم الذي يحث دولا إما راكعة أو نصف راكعة كما هو حال السودان اليوم أن تتهافت في توقيع سلام وتطبيع وبأي سعر؟ تفضل سلام. أشكرك جزيل الشكر دكتور عماد، والشكر موصول للدكتور ميشيل صفوف وللسادة والسيدات المشاركين ولهذا المنبر المحترم. أشكرك على هذه الفرصة المتجددة للقاء مع هذه النخبة الفاضلة من المثقفين والمفكرين والمحجوسين بقضايا شعبهم وأمتهم وغير ذلك. وكما قلت وكما قال الدكتور ميشيل قبل قليل، نحن لسنا أمام ظاهرة بنت لحظتها الهرولة والتخاذل والتهافت أو التدافع كما أسميته في عنوان هذه الحوارية. هذا وليد سنوات وعقود، وإن أردنا أن نؤرخ لهذه المرحلة في الانحدار العربي فأعتقد أن أقرب تاريخ وأوضح تاريخ لها هو هزيمة حزيران، وثمة دلالات رمزية في اختيار الخرطوم محطة للتطبيع للقضاء على اللاءات الثلاث العربية التي كنا نعرف وتعرفون ويعرف الجميع أن من أقرها لم يكن يقصدها ولم يكن يعني ينتوي الالتزام بها، بدلالة أنه ما أن جف حبل لاءات الخرطوم الثلاث حتى صارعنا للقبول بمبادرة روجرز وحتى صارعنا لاستقبال جوزيف سيسكو بالأحضان في الكثير من العواصم العربية، وطرحنا شعار إزالة آثار عدوان 67 كبديل عن الشعارات القومية والتحررية والتحريرية التي سبقت الهزيمة والنكسة في عام 67. لافت للانتباه أن ما يجري اليوم هو صراع على نتائج حزيران، بمعنى العرب استبدلوا إزالة آثار العدوان بشعار الأرض مقابل السلام ضمن مسلسل التراجعات والانحدارات العربية البين. الأرض مقابل السلام فلسفة مبادرة السلام العربية في بيروت. الآن يعلن نتنياهو منتصرا ومتبجحا بأنه استطاع أن يملي على الدول العربية شعار السلام مقابل السلام والسلام من موقع القوة، بمعنى أن إسرائيل الآن وبموافقة عربية تهضم نتائج هزيمة 67 وتجد من يشرعن لها في الحقيقة عملية الهضم لهذه النتائج الكارثية التي لم تمس الفلسطينيين وحدهم وإنما مست أيضا السوريين وأردنيين ومصريين ولبنانيين وكل دول الجوار بشكل أو بآخر. لذلك نحن يعني كأننا الآن في الحقيقة بصدد تقديم كشف حساب عن هزيمة 67 في هذا المجال. ثم بعد ذلك بدأ التداعي، مرورا بخروج مصر من الصف العربي، كامب ديفيد 67، انخراط العراق في حرب السنوات الثمانية مع إيران، وبعد ذلك الكويت والاجتياح في 2003، خروج العراق من المعادلة، سوريا وما شهدت يعني في السنوات الفائتة بالذات في السنوات العشرة الأخيرة. النتيجة أن مركز صنع القرار العربي انتقل من الحواضر ومن المراكز العربية الرئيسية إلى الأطراف، ودخلنا الحقبة الخليجية في ثمانينيات القرن الفائت بما لها وغالبا بما عليها، يعني من
قليل قياسا بما عليها هذه الحقبة. أنا في ظني كانت حقبة بائسة في تاريخنا المعاصر، إن لجهة يعني تقديم رواية وطبعة وقراءة للإسلام بدوية متخلفة سلفية وهابية تفتيتية عنفية إرهابية، دفعنا جميعا وليس سوريا فقط، جميعا يعني من الإسكندرية إلى دمشق ومن تونس إلى عمان إلى الرباط، إلى هذا 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 الطفح الجلدي الذي عانت منه المنطقة تحت شعارات جهادية وسلفية وإحيائية ووهابية وغير ذلك، كان لها أثر مدمر في احتباس مسار التحولات السياسية والاجتماعية الديمقراطية في دولنا ومجتمعاتنا. دخلنا في سنوات 30 أو 40 وربما في بعض الدول 50 يعني من الركود والاستنقاع يعني في هذه المنطقة، لا تقدم على أي مسار من مسارات التنمية البشرية الشاملة بالذات لجهة الدولة الوطنية، الدولة المدنية، دولة المواطنة، دولة جميع أبنائها وبناتها، دولة جميع كياناتها ومكوناتها. انتقلنا إلى الأنظمة السلالية، حتى أنظمة الجنرالات والانقلابات تحولت إلى أنظمة سلالية يعني بشكل أو بآخر، مما أوقعنا في الحقيقة في حالة من الخراب يعني المقيم. استعدنا باندلاع ثورات الربيع العربي، ولكن تبين لنا أننا لم نكن ندرك كما ينبغي حجم التحولات التي طرأت على بنانا الاجتماعية والثقافية وتكويناتنا الاجتماعية. ظننا أن سقوط هذه الأنظمة العاتية سيفتح الباب رحبا أمام انتقالات نحو الديمقراطية والحرية وغير ذلك، فإذا بنا نفاجأ بمجتمعاتنا نفسها وقد فقدت هوياتها الوطنية ونمت في أوساطها وفي كياناتها هويات ثانوية فرعية محتربة ومقتتلة وغير ذلك. رأينا العشيرة، رأينا المؤسسة الدينية هي وحدها من يملأ الفراغ بغياب المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية التي كانت خصما من منظور الكثير من أنظمة الجنرالات والسلالات في هذا العالم العربي من محيطه إلى خليجه بتباينات محدودة هنا وهناك، ولكن بصفة عامة في هذا المجال كلنا في الهم شرق. فيما خص موضوعنا يعني هذا ربما يكون يعني في أصل ظاهرة الانحدار والانحطاط التي نعيشها والتي تكشفت في الآونة الأخيرة عن انتقالات. قلنا في اللقاء السابق أننا لسنا أمام ظاهرة تطبيع بين بعض الدول العربية، بل ظاهرة تحالف بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وهي في الحقيقة من يدقق في المشهد يرى أننا أمام تحالف بين الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية من جهة وبين الفساد والاستبداد في العالم العربي من جهة ثانية. في هذا السياق في الحقيقة وقبله يعني كان هناك تنبه من قبل النظام الرسمي العربي للحاجة للخلاص من القضية الفلسطينية بوصفها عنوان النظام العربي الرسمي بسببها المبرر وراء قيام جامعة الدول العربية، بوصفها الرابطة التي يعني لا يستطيع أحد الفكاك منها. رأينا مبادرات ظاهرها يعالج القضية الفلسطينية وباطنها يخدم أهدافا أخرى للأنظمة والحكومات، ودعوني أتوقف أمام مبادرتين هامتين في هذا المجال. المبادرة الأولى فاس الأولى يعني مبادرة ولي العهد السعودي الأمير فهد لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتي جاءت بعد فترة قصيرة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومشروع تصدير الثورة والقلق السعودي من المارد الإيراني الذي استيقظ على مقربة من حدودها. كان الجواب في الحقيقة السعودي دعونا نقدم للغرب للولايات المتحدة لدونالد ريغان في تلك الأيام بعضا من الحقوق الفلسطينيين على طبق مبادرة فاس، رفضها الفلسطينيون فجاء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وتشريد منظمة التحرير والقضاء على الحركة الوطنية اللبنانية لتعقد فاس الثانية، فتقبل ما رفض في فاس الأولى في نفس السنة بالمناسبة يعني أو بأقل من سنة، مش في نفس السنة، في أقل من سنة. المبادرة الثانية في بيروت أيضا مبادرة
السلام العربية 2002 والتي جاءت بعد أشهر قليلة من سبتمبر 11 والوضع الحرج الذي وجدت المملكة نفسها فيه في تلك الفترة. فمرة أخرى تمتد اليد العربية إلى الجيب الفلسطيني لتغرف من حقوق الشعب الفلسطيني ما يمكن تقديمه على طبق من فضة إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل لكي تنجو هذه الأنظمة من فعلتها ومن دائرة الاتهام وتحمل المسؤولية عما جرى. ونحن نتحدث عن زلزال بحجم سبتمبر 11 وليس عن تطور أو حدث عادي كان يمكن أن يمر مرور الكرام في هذا المجال، وكان لهم ما أرادوا. إذا لعبة أن يظهر الحاكم العربي بصورة بطل السلام بدل أن يظهر المسؤول المستبد الفاسد الذي يقارف جرائم حرب في دول الجوار وضد شعبه وفي دعمه لحركات فصولية، هذه لعبة قديمة بالمناسبة، هي ليست لعبة جديدة، الآن تتجلى بأشكال وصور جديدة. كل دكتاتور في هذه المنطقة يريد أن ينجو من أفعاله ضد شعبه ومن أفعاله ضد جيرانه، يقفز إلى إسرائيل إلى صنع السلام، كن صديقا لإسرائيل ولا تبالي بهذا المعنى، تستطيع بهذا وحده يمكن أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تأخر. وهذه هي اللعبة التي لجأ إليها في سياقات مختلفة وظروف مختلفة وأوقات مختلفة كثرة كافرة من الحكام العرب المتعسفين والديكتاتوريين والفاسدين في هذا المجال. لكن ذلك لم يمنع إدارة ترامب ولم يمنع إسرائيل في الحقيقة من البحث عن الأيادي المجروحة لدى بعض الدول العربية للضغط عليها بشدة من أجل تسريع مسارات الانحدار في هذا المجال. هنا أعود إلى ما سبق وأن تحدثتم به حول تراجع مكانة هذه المنطقة، والتي أدت من ضمن ما أدت إلى بداية الانسحاب والانكفاء الأمريكي عن الشرق الأوسط. ليست هناك قوى دولية جاهزة وناضجة لملء فراغ الولايات المتحدة. القوى الإقليمية هي من يسعى في ملء هذا الفراغ. وهذا ربما لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى وليس الثانية. بالعادة كانت قوى دولية تسلم لقوى دولية أخرى يعني المكان في الفراغ في هذه المنطقة. هذه المرة تقفز قوى إقليمية متنافسة طامعة إمبراطورية ذات إرث تاريخي إمبراطوري تقفز في الحقيقة في مسعى منها لملء الفراغ الدولي في هذه المنطقة بغياب النظام العربي بغياب المشروع العربي. هنا أتحدث عن إيران وهلالها الذي لم يعد هلالا بعد النفوذ المتزايد للطهران في اليمن، والقوس العثماني الذي لم يبقى قوسا بعد أن اكتملت الدائرة دائرة النفوذ العثماني الجديد من شمال العراق لشمال سوريا لشمال قبرص شرق المتوسط شمال ليبيا الصومال البحر الأحمر قطر في الخليج العربي جنوب القوقاز الآن في أذربيجان وغيرها. أعتقد أننا أمام نهم إقليمي لملء الفراغ الدولي في هذه المنطقة، ودائما كما قلنا بغياب مشروع عربي تهلهل بخروج مصر من الجامعة العربية وسلامها المنفرد مع إسرائيل ودمار العراق وسوريا وانتقال يعني مركز صنع السياسة والقرار في العالم العربي من المراكز والحواضر الإقليمية إلى الأطراف الخليجية. استفادت في الحقيقة إدارة ترامب في الحقيقة من شغف بعض الحكام المغامرين العرب للحصول على شبكة أمان إن بسبب يعني سلوكهم العدواني تجاه شعبهم القمع الشديد التصفية الاغتيالات تقطيع الصحفيين في القنصليات وغير ذلك. في الحقيقة جرائم حرب اقترفت في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي أكثر من مكان. هناك شغف للحصول على شبكة أمان أمريكية بالأساس، والطريق الأقصر إلى ذلك تمر بإسرائيل للظهور بيس ميكرز بدل ترابل ميكرز وديكتاتوريين في هذه المنطقة وأنظمة متعسفة في هذه المنطقة. هذه حاجة لعبت عليها إدارة ترامب بشكل كثيف، وكان لهم ما أرادوا وسيكون لهم ما سيريدون سواء جاء بايدن أو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، لأن هذه الأنظمة ترتجف مما فعلت ومما تفعل يعني الآن، وتخشى في الحقيقة أن تخضع للمساءلة والمحاسبة والمساءلة.
هناك أنظمة تخشى بعضها البعض، يعني بمعنى عمان تخشى الإمارات وتخشى السعودية، الكويت تخشى البلدين بالذات تخشى السعودية. اللعب على هذه المخاوف في الحقيقة، هناك الآن لعب كثير على الصحراء بين المغرب والجزائر، وهناك رسائل تبعث في كل الاتجاهات، إن اقتربتم من إسرائيل الصحراء لكم، وإن ابتعدتم عنها سنعترف للآخر بالحق في مد نفوذه وسيطرته وبحقوقه بين مستويين في هذه المنطقة. إذا يعني هناك لعب على المخاوف البينية، وليس فقط على المخاوف من إيران وتركيا، هذه المخاوف موجودة، لعبت عليها الولايات المتحدة، لعبت عليها إدارة ترامب إسرائيل، بل ضخمتها في كثير من الأوقات من أجل دفع واستحلاب هذه المنطقة من جهة، ودفعها للاقتناع من الأحزاب الأمريكية والإسرائيلية من جهة، باعتبار أنها مكشوفة وليس هناك غطاء عربي يمكن أن يشمل الجميع. سؤال الشرعية، شرعية هذه الأنظمة يدفعها دائما للبحث عن تعويض عن غياب الشرعية، عن فقدانها للشرعية. شبكات الأمان التي تبحث عنها في الخارج لأنها تفتقر إليها في الداخل، هي لم تأتي لا برغبة شعوبها ولا عبر صناديق الاقتراع، وهي مستمرة بقوة القمع وقمة التسلط والسيطرة في هذا، بقوة التسلط والسيطرة في هذا المجال. ولذلك الأنظمة الفاقدة للشرعية تبحث بشكل أو بآخر عن شبكات أمان، وتجد أيادي إسرائيلية ممتدة في هذا الموضوع. نحن الآن نتحدث عن تقريبا 6 دول عربية تورطت رسميا في علاقات مع إسرائيل، باعتبار السلطة جزء من هذه الحركة، يعني ليست بعيدة عنها. وفي ظني أن هناك ما لا يقل عن 6 دول عربية متورطة في علاقات تحت الطاولة وفوق الطاولة أحيانا مع إسرائيل. هنا يمكن أن نتحدث عن دولتين خليجيتين أخرين، ممكن أن نتحدث عن دول أخرى غير خليجية بهذا المعنى. هنا ممكن أن نتحدث عن بداية الرقص وأول الرقص في الحنجلة كما يقال، ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذا المنطوء الأكبر يعني الثنائي الشيعي المدعوم إيرانيا، يعني هذا يعني هذه الرسائل التي ترسل في هذا المجال. هناك حديث ربما يعني عن محاولات لإجرار سوريا أيضا بشكل أو بآخر إلى هذا المسار، لا ندري إلى أي حد سوف يعني، لكن هذا رهن ربما بالتطور الذي سيطرأ بعد الانتخابات الأمريكية على ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية بشكل أو بآخر، لأن روسيا داعمة جدا لمسار تصالحي، لمسار تطبيعي بين الدول العربية وإسرائيل. روسيا صديقة لإسرائيل وعلاقات وطيدة مع إسرائيل، وهي ليست بوارد لا مقاومة وممانعة في موضوع إسرائيل، ولا بوارد أي مواجهة من أي نوع في موضوع إسرائيل. لذلك أعتقد أن هذه السبحة قد كررت وأن حلقاتها تتواصل بشكل. الآن السؤال يدور ربما من باب الفضول ومن باب الرغبة في يعني معرفة من التالي يعني على قائمة التطبيع. يعني أنا أرجح أن تكون هناك يعني قطر، وأن تكون هناك عمان في السلسلة يعني بشكل أو بآخر، وأن تتوج السعودية، أن تتوج السعودية هذا المسار بعد أن تكون قد اطمأنت إلى صمت الآلة الإعلامية الدعائية القطرية على وجه الحدود. يعني استطاعت في تحييد هذه الآلة التي يمكن أن تؤثر على اتجاهات الرأي العام السعودي، أعتقد أن السعودي طبعا السعودي وضعها أصعب لأسباب عديدة، المجتمع السعودي ليس ناضجا في الإمارات، ما فيش مجتمع إماراتي، في 11 مليون أجنبي إماراتيين، 11% من السكان قطر، القطريين 11% من السكان، لكن السعودية دولة ومجتمع، ومجتمع كبير وطبقات وشرائح وفئات وعشائر وقبائل ومؤسسة دينية وغير ذلك. ثم السعودية لديها اعتبار آخر، أنها تقدم نفسها بوصفها زعيمة للعالم العربي والإسلامي، وهناك منافسون كثر لها في زعامة العالم الإسلامي على أقل تقدير. العالم العربي ما حدا بيطلع للزعامة الآن، يعني الكل استسلم وكل يريد أن يلقي، كما قال ميشيل قبل قليل، لا أحد يريد أن يترأس اجتماعا للجامعة العربية، يعني في فراغ ممتد في هذا المعنى. لكن في تركيا جاهزة للانتفاضة، في إيران جاهزة للانتفاضة على الموقف السعودي في مشروع أسلمت البكة والمدينة والمسجدين
الأهم عند العالم الإسلامي، بدل يعني بقائها يعني ضمن الولاية السعودية، لا، تحويلها إلى ولاية إسلامية وليس فقط إلى ولاية. هذا مشروع موجود انحكى فيه يعني في قمة كوالالمبور، يعني التي عدت سعوديا بمثابة يعني شق عصا الطاعة لمنظمة التعاون الإسلامي على القيادة السعودية، واللي ضمت إلى جانب ماليزيا ضمت تركيا وإيران وقطر. وكان عمران خان ذاهب إلى القمة لولا التدخل السعودي الكثيف في آخر لحظة. والآن العلاقة السعودية الباكستانية في تردي وفي انهيارات. الباكستان عاتبة جدا على السعودية وغاضبة على السعودية لأنها لم تدعو لاجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للبحث في وضع كشمير، بعد ما غيرت الهند من جانب واحد الصيغة القانونية التي تدار بها كشمير، صيغة الحكم الذاتي. كشمير بالنسبة للباكستان يعني قضية لا تقل أهمية، أكثر أهمية من فلسطين يعني. بالتالي الآن يعني نحن نرى فتورا وتوترا في العلاقة بين هذه الأقطار، وهذه أقطار كبرى في العالم الإسلامي ما يمكن الحط من فوقها إن اجتمعت بشكل قاد يعني في إطار واحد أو على موقف واحد. لذلك السعودية ربما تكون حركتها أكثر بطئا. وفي ظني أن التطبيع مع السعودي الإسرائيلي مرتبط بقضية الخلافة، يعني هذه نقطة يجب أن تبقى ماثلة في الأذهان. إن شعر محمد بن سلمان أن هذا الملف يجب أن يحمل والده ويغادر فيتحمل هو في قبره مسؤوليته، أعتقد ممكن أن يتم ذلك في فرصة أخرى. لكن ربما هذا لا يكون متاحا، سيما وأن الرجل غير مستقر، لم يستوي بعد على عرش المملكة رغم كل النجاحات التي حققها حتى الآن. ربما يكون هذا من بين قراراته الأولى بعد أن يتسلم مقاليد السلطة في الحكم. ملف التطبيع في ظني إلى حد كبير مرتبط بهذه العوامل المجتمعة بالنسبة للسعودية: الخلافة، دعامة العالم الإسلامي، الرغبة في رؤية بعض الأطراف العربية طبعت قبلها، بالذات قطر، لأن هذا بخفف عن الضغط الإعلامي، بخفف عن الضغط التركي أيضا بمعنى من المعاني. لا تستطيع تركيا أن تقود حملة ضد السعودية من أجل التطبيع وأن تلزم جانب الصمت حيال تطبيع قطري إسرائيلي بهذا المعنى. لذلك دعونا يعني نتريث في إطلاق الأحكام وأن نراقب هذا المشهد المثير، كيف يمكن أن يتطور خلال الأسابيع وربما الأشهر، ولا في ظني نحن نتحدث عن أشهر، سيما إن عاد ترامب إلى البيت الأبيض. لا نتحدث عن سنوات، نتحدث عن أشهر في كل هذا الملف. ماذا يعني ذلك؟ معني ذلك أنه ببساطة ما كان يعرف بالنظام أو اللانظام العربي الرسمي، كما كان بعضنا يعني يستخدم هذا التعبير في وصف مؤسسة الجامعة العربية، قد انتهى. هذا النظام الذي ارتبط بفلسطين وبقضية فلسطين وبالصراع العربي الإسرائيلي الآن يعجز عن اتخاذ موقف ويعجز عن عقد لقاء وعن استصدار بيان في هذا المجال. هو سريع في استصدار البيانات ضد تركيا، ضد إيران، ضد كذا، هذا جاهز ومعد سلفا. لكن فيما يخص إسرائيل ومسار الأرولة الطبيعية نحو إسرائيل والقضية الفلسطينية بمختلف الزوايا، هذا النظام انتهى. من بهق عن هذا النظام العربي ما يسمى مفهوم الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية والحكي الفلسطيني الآن المتكرر أنه التطبيع خرق للمبادرة وخرق، هذا كلام لم يعد مفيد على الإطلاق. يعني بمعنى أن هذه الدول العربية رسميا وعلنا تخرج بشكل أو بآخر من مظلة الإجماع ومن مظلة المبادرة. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني نحن قلنا قبل أن نبدأ هذه الورشة ونحن ندردش ربما أننا نشهد الآن على ولادة تحالف استراتيجي جديد في هذه المنطقة. يعني الحصات موجودة تحت الطاولة منذ فترة ليست قصيرة بالمناسبة، ولكن لأول مرة يظهر ويأخذ صيغة عالمية ورسمية ومؤسساتية ودستورية وقانونية ومقررة من البرلمانات ومجالس الشورى والحكومات وغير ذلك. هو حلف العنصرية الإسرائيلية المفروضة على الشعب قضية الاحتلال الأخير على سطح الكرة الأرضية، سواء في مناطق 48 أو في الضفة وغزة أو في مدينة القدس، والاستبداد العربي. هنا نجد أن الحكام المستبدين يلجؤون إسرائيل طلبا للعون،
هنا نرى الجنرالات في السودان وقادة الجنجويد في السودان يبحثون عن التطبيع، ليس لإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للعقاب، وإنما لإعادة إنتاج نظام عمر حسن البشير مرة أخرى. المرحلة الانتقالية يا أخوان في السودان تتداعى، والوثيقة الدستورية تتداعى، والآن بدعم أمريكي وبدعم إسرائيل. كان مفروض من شهر 12 العام الماضي أن يتشكل المجلس التشريعي الانتقالي، 67% من أعضائه من قوى الحرية والتغيير، والباقي 33% من القوى المدنية والمنظمات المسلحة في الأقاليم السودانية المتمردة، دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها من الأمم. هذا لم يتشكل. هناك قائمة بأكثر من 12 مفوضية كان ينبغي أن تتشكل خلال المرحلة الانتقالية، هذا لم يحدث. إحنا بعد أقل من سنة مفروض البرهاني يسلم رئاسة البلاد لحاكم مدني لقيادة المرحلة 39 شهر المرحلة الانتقالية، الشطر الثاني من المرحلة الانتقالية. أنا أقول لكم من الآن لن نسلم، وبدعم أمريكي إسرائيلي في هذا المجال. إذا نحن نرى لأول مرة أن المستقبل العربي، مشروع الحرية والديمقراطية في العالم العربي والتنمية في العالم العربي، يواجه الآن بحلف صلب من قبل إسرائيل بما هي صهيونية عنصرية احتلالية استيطانية اتباعية إعلامية من جهة، ونظام وأنظمة عربية سلالاتية دكتاتورية، جنرالات عسكريين إلى آخره، فاسدين غير شرعيين من جهة ثانية. إذا المعركة كما قال أخي ميشيل قبل قليل، المعركة واحدة الآن. معركة الفلسطينيين والشعوب العربية الآن هي معركة واحدة. والفلسطينيون عليهم أن يغادروا وهم الدولة ووهم حل الدولتين، وأن يبدأوا نضالا ضد العنصرية وضد الإجلاء والإحلال الإسرائيلي وضد مشاريع الضم والاستيطان الفاعل في فلسطين. والعرب يجب أن ينتصروا في الفلسطينيين، ليس من باب التضامن مع شعب يخضع للاحتلال الإسرائيلي، ولكن من باب الدفاع عن مستقبلهم وعن حريتهم وعن كرامتهم. يعني الشعب، كل الشعارات اللي رفعتها الثورة السورية والثورات العربية الآن تبدو مستهدفة من قبل هذا الحلف. والآن إذا دخلنا في مسار تساومي بين دمشق وبين تل أبيب، صدقوني يعني ستجدون أنفسكم شئتم أم أبيتم في خندق واحد مع غزة ومع القدس الغربية، مش بالمعنى التاريخي أو بالمعنى العاطفي أو بالمعنى العملاني، بالمعنى التفصيلي بهذا المعنى. زي ما الآن السودانيين، يعني قوى الحرية والتغيير تجد نفسها الآن في مواجهة مع المشروع الإسرائيلي الذي يراد فرضه على السودان. إذن أنا في تقديري يعني هذه تطورات نوعية. يعني هذه الدول المطبعة، ومن باب يعني الإنصاف تعلم يعني السياسة هذا مهم، لكن بالمعنى الاستراتيجي أقل أهمية. في دول لا تكتفي بالتطبيع، هي قررت أن تنقل بندقيتها من كتف إلى كتف، وأن تقف بالمرصاد للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية ولكل اتجاهات الثورة والتغيير في العالم العربي. هذه القوى تحمل راية العداء، وتناصب هذه الحركات أشد أنواع العداء في السودان في أي مكان آخر من العالم، ومستعدة تتحالف مع كل شياطين الأرض من أجل تحقيق هذه الغاية. والتقرب الخليجي من النظام السوري معروف بشو أحداث مثل الإمارات، يعني بشكل ما أو بآخر، يعني هذه نفس القوى الآن اللي بتحاول تفرض قيادة بديلة للشعب الفلسطيني، وهي الأراضي اللي تشتري عقارات في القدس الآن ما بنعرف شو مصيرها ولا مين حتقول في نهاية المطاف، لكن كل التقارير المتأكدة مؤكدة بتقول انه عم بيشتروا عقارات في القدس الشرقية، وبدهم يستثمروا بوادي السيليكون اللي هو في قلب القدس الشرقية، يعني وادي اللوز وسلوان والمناطق في قلب القدس الشرقية. هذا مشروع السيليكون الاستيطاني، هناك استثمار عربي في هذا المشروع على قاعدة تعظيم المنافع في هذا. إذا نحن أمام معركة واحدة تخوضها هذه الشعوب العربية ومن ضمنها الشعب الفلسطيني ضد عدو مشترك واحد، برعاية من قبل اليمين الشعبوي العنصري المتطرف في البيت الأبيض وفي بعض العواصم الأوروبية في هذا المجال. ودعونا لا نعود بعد الآن ولا نكرر كلمة الطغاوات، حكاية الإجماع العربي والمنظومة العربية والنظام العربي، هذا صار جزءا من الماضي. ودعونا نستحضر القانون الدولي والشرعية الدولية لكن دون وهم في هذا المجال.
يعني دون وهم. هذا ممكن ينفع يعني أرضية للنقاش للحديث إلى آخره، لكن دون رهان. عناصر القوة يجب أن نبحث عنها في داخلنا، في أوساطنا، في صفوفنا. إسرائيل ممكن تطبع مع 22 دولة ونظام عربي، لكن الصبح راح تستيقظ على حقيقة أنه في 7 مليون فلسطيني موجودين على الأرض الفلسطينية التاريخية. لن ينفعها التطبيع مع 22 دولة إن لم تجد حلاً لمشكلة 7 مليون فلسطيني. هم الآن أكثر، الآن مش بعد سنوات، هم الآن أكثر من 100,000 من اليهود الإسرائيليين. ما الذي ستفعل إسرائيل؟ الوضع سيء، لا أريد أن أجمل الصورة، ولكنه ليس كارثياً بحيث يدعو للإحباط واليأس والعويل واللطم على الخدود وشق الثياب وغير ذلك. يعني لا، أنا في رأيي ربما تكون هذه هي الضارة النافعة. وأعتقد إذا كان في إشي مطلوب ينعمل ينعمل فوراً، فهو إعادة بعث وتجديد العلاقات والشبكات التحالفية بين الشعوب العربية المختلفة، حركات التحرر العربية، الحركات الديمقراطية العربية والفلسطينية طبعاً. أنا شايف ببساطة، وأعتقد أنه بعضكم ممكن يشاطرني الرأي في هذا المجال، إحنا على أبواب موجة ثالثة من موجات الربيع العربي في مرحلة ما بعد كورونا. هذا الخراب اللي عم بصير في المنطقة العربية، هذا بيسمح بالاعتقاد والتنبؤ بأننا أمام موجة ثالثة ستضرب الكثير من العواصم العربية الصغيرة والكبيرة على حد سواء. نحن نقترب من نهاية الحقبة الخليجية بسبب نهاية عصر النفط والهيدروكربون والطاقة البديلة. يعني اللي عم كانت في جوهر النقاش في الحملات الانتخابية الأمريكية بالذات في المناظرة التالية في هذا المكان. إذن نحن لا نتحدث عن حسم وشيك لمعاركنا ولمشاريعنا الديمقراطية والوطنية والتعددية والاستقلالية، نحن نتحدث عن مرحلة استراتيجية. هذه المرحلة من إرهاصاتها موجة جديدة من الثورات العربية، من إرهاصاتها تآكل المنظومة الخليجية وتطرد المال الخليجي على المجتمعات والشعوب العربية وتفسخ الحكم الخليجية في العصر العربي الراهن واللي امتدت قرابة 40 سنة تقريبا، ليست 4 عقود، ليست فترة قصيرة. الانتقال لن يكون سهلا، لن يكون يسيرا، هو انتقال مديد، هو انتقال مرير، ولكنه انتقال في نهاية المطاف، وهو انتقال تاريخي بكل معنى الكلمة، ومستقبلي بكل ما تعنيه الكلمة هاي من أبعاد تفاؤلية ومن نوع اللحاق برتب البشرية والعصر والحداثة وغير ذلك. ولكنها عملية يجب أن تبدأ أساساً بالبحث عن عناصر قوتنا داخلنا، وعدم انتظار الترياق ليأتينا من أي مكان آخر، سيما وأن العراق لم يعد يسيطر ترياقا بعد كل الكوارث التي ألمت به. بتكفي بهذا القدر أستاذ. شكرا لك، وخلينا نكون قد وضحت الصورة قدر الإمكان، وأنا مراهن على أن النخبة اللي سمعنا نخبة يعني مثقفة، وبالتالي ممكن نقتني بأفكارهم. شكرا لك، وهن النخبة بلشت تحط طلبات للسؤال قبل الانتقال إلى لنأخذ نموذجين صغيرين. أولا، نحن نتفق، وأنا بشكل خاص أتفق مع ما خرج من مؤتمر جامعة هارفارد لدراسات السلام سنة 2006، عندما قدم 40 اختصاصي بشؤون الشرق الأوسط وناقشوا عناصر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، ووضعوا الكثير من المواضيع، منها المياه والنفط وإسرائيل والإسلاميين والكثير الكثير، الأمن الغذائي، الصراعات الداخلية. وعندما انتهى المؤتمر وصدر الكتيب ب900 صفحة، كان أول موضوع نوقش أنه من عوامل عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو عدم شرعية الحكام. هذه النقطة كانت أساسية، ما زالت، ويبدو أنها دافع اليوم للكثير من التموضعات للحفاظ على أنظمة قد ورثناها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، لكن يبدو أن أسباب وجودها
وبنيت الأساسية قد فقدت أهميتها، وكأنما الشرق الأوسط يتداعى، منظومة تتداعى، المنظومة القديمة تسقط وليست المنظومة الجديدة واضحة المعالم بعد هذا الركض. طبعا هناك هدايا تقدم لترامب، قدمها يوسف العتيبي، قدمتها الإمارات بشكل أو بآخر لعدة أسباب أشرت بمعظمها إلى حضرتك، وواضح تماما أنها في كل الحالتين هذه الأنظمة تحسب أنها ستكون آمنة. إذا خرج ترامب رابحا وهذا احتمال، فستكون قدمت نوايا طيبة وهدايا سيرد عليها بنوع من ضمان استقلالية، وإذا جاء بايدن لن يكون هناك تغيير كثير طالما الأمر متعلق في العلاقة بإسرائيل وقيادة إسرائيل لمنظومة أمن إقليمي مرتبط بالأمريكان تتعهد فيه ضمان أمن دول وكيانات المنطقة. النقطة الثانية أشرت لها بامتياز هي هاي التحالفات الموضوعية بين كل الحركة الديمقراطية الشعبية في العالم العربي في الربيع العربي، أنها فعلا في خندق واحد واتجاه خصم واحد. هذا الخصم قد يحتال بشكل غير مباشر، لم تتوقف زيارات مسؤولين دمشق إلى الإمارات ولا الإمارات إلى دمشق، ولم يتوقف دعم للمنظومات الإسلاموية ولا استقطاب المعارضة، وظهر المسار كله أن الثورة السورية والثوار في سوريا قد فقدوا استقلاليتهم، حتى وصل الأمر أن يستغلوا ويستخدموا كمرتزقة في صراعات إقليمية. وأيضا هنا نطرح مسألة استقلالية حركات التحرر الوطني الديمقراطية كشرط لازم غير كافي، يجب أن يكون لازم، قد يكون الشرط اللازم والكافي أن يفهموا تحولات سياسية وأن يتموضعوا في المكان المضبوط. اليوم في السودان عندما ورثوا هذا البلد المدمر بفعل البشير تحالف العسكر والإسلاميين، واليوم يقولون ليس لنا خيار. غدا في لبنان يقولون نحن وصلنا للتفليس وبحالة تناحر، وأيضا على كف عفريت هناك تناحر إيراني إسرائيلي، وقد نتورط في معركة لا تحمد عقباها. ليس لنا إلا الدخول في مسارات واقعية بين قوسين لعلاقات سلام. في دمشق هناك إشارات أنه ممكن ببعض الشروط التي تحفظ ماء الوجه. إذا هذا يطرح موضوع، هذه الدول التي انهارت هل لها خيارات أخرى على الصعيد الرسمي، أم قد حكم النظام الرسمي العربي على نفسه بمسارين، مسار لا يستطيع فعلا الولوج فيه وهو أن يصغي لشعوبه ويؤسس، والمسار الثاني أن يتحالفوا كما تتحالف عصابات المافيا في نيويورك لضمان توزيع المخدرات والأشياء الأخرى، هل هناك خيار ثالث؟ لا لك سؤال أستاذ وليد، لا هل هناك خيار ثالث لهذه الأنظمة أم بحكم تكوينها ليس من خيار، ليس لها سوى أن تمضي نحو الأمام، وهذا طريق متفجر وإشكالي على المدى القريب لن يكون بعيدا. يعني أنا أستطيع أن أجزم بأن معظم هذه الخيارات والأنظمة لا تمتلك إلا واحد من الخيارين اللذين أشرت إليهما، لكن علمتنا التجربة بالذات في السنوات العشر الأخيرة أن هناك أنظمة تتوفر على بعض المرونة وأنظمة تفتقدها بكل ما تعني هذه الكلمة. يعني أنا أعول أنه إذا كان هناك حركة شعبية جدية، بلد زي المغرب على سبيل المثال، بدرجة أقل بلد زي الأردن، بدرجة ما الكويت إلى آخره، دول تستطيع يعني أن تتكيف وأن تتطور وأن، بس هذا شرطه الأساسي يكمن في عاملين اثنين أساسيين. العامل الأول وجود ضغط شعبي داخلي قوي باتجاه خيار الانتقال الديمقراطي المستقل الحر السيادي إلى آخره. اثنين،
يعني وجود رغبه على الاقل من جزء من المجتمع الدولي، مش كل المجتمع الدولي، لان انا استبعد انه المجتمع الدولي يجمع على قصه يعني الحريه والديمقراطيه في جنوب المتوسط. لكن في بعض الدول التي لا زالت او ممكن ان تعود الى تبني يعني مواقف ضاغطه ونوع من الشرطيه في علاقتها مع هذه الانظمه والحكام، راينا ذلك من قبل وتراجع وربما يعود من جديد، لان الان الصوت العالي هو لليمين الشعبوي في اوروبا، جونسون وجماعته في الولايات المتحده، ترامب وجماعته. يعني انا بعتقد اذا توفرت هذه الديناميكيه ممكن ان نذهب، لا نذهب الى انهيارات، لكن في انظمه صلبه ليست مرنه على الاطلاق. يعني بالتالي خياراتها مغلقه، انتحاريه بالغالب، اما ان تذهب الى صدام دموي مع شعوبها وبالاخير وينتهي يعني بكوارث، واما ان تنتهي الى اعتماءات شديده في احضان الاسرائيليين والامريكيين، وهذا خيار ايضا انتحاري وسينتهي الى كوارث. في انظمه من هذا النوع يعني، واحنا رصدنا منذ 2009 في اول محاوله يعني لقراءة الربيع العربي قبل ما يندلع الربيع العربي، وزعنا الأنظمة العربية إلى ثلاث فئات. أتذكر في تلك التمرين، في ذلك التمرين اللي عملناه في 2009، قلنا في أنظمة يمكن أن تعيش محامش واسع ومتزايد من الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى آخره، وبالتالي فكرة الريجيم تشينج قد لا تكون شرطا أساسيا. نوع ثاني ممكن أن تبدأ هذه العملية في وجود هذه الأنظمة، ولكن نهايتها ستكون سيترتب عليها رحيل هذه الأنظمة. وفي نوع ثالث لن تبدأ العملية الديمقراطية إلا برحيل النظام. وأعتقد أنتم جربتوا النوع الثالث يعني بشكل أو بآخر. يعني مجرد أن تبدأ هذه العملية في شرط مسبق هو رحيل النظام، لأنه يعني في درجة من التكلس والصلابة في هذه البنى الحاكمة لا تسمح بأي هامش. وبالتالي يعني لكن في نهاية المطاف الكثرة الكاثرة من الأنظمة العربية، الكثرة الكاثرة يعني طريقها واضح، يعني طريقها مسدود، سواء ذهبت باتجاه الارتماء في مستنقعات التطبيع والاستتباع وغير ذلك، أو ذهبت في خيار الصدام يعني مع شعوبها إلى آخر مدى. الخيارين انتحاريين كارثيين، وأعتقد أننا نحن نقترب من لحظة الحسم. يعني أنا بعتقد مرحلة ما بعد كورونا بكل تداعياتها الثقيلة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً وكل الأبعاد، أعتقد أننا ذاهبون إلى لحظة الحسم يعني في كثير من الساحات، من الساحات العربية. وده بتلاحظ يعني هذا موجود، يعني احنا اليوم نحتفل بثورة اكتوبر في العراق وفي لبنان والجزائر اللي ما خلص لم تنتهي المهمة بعد، والسودان الان على ابواب ربما موجة من الاشتباك الداخلي، يعني في سوريا درعا عادت الى ايامها الاولى بشكل او انا مصر قبل فترة قصيرة يعني 900 معتقل بسبب العراقي عم الأطراف، ربما لم يضرب القاهرة والإسكندرية بشكل خاص ولكن كان قوي وقوي جدا في الأطراف. نحن نرى ذلك الآن، نرى إرهاصاته وهي أكبر بكثير من الإرهاصات التي مهدت للربيع العربي وسرقته يعني بأشهر وسنوات قليلة. خلينا نروح كان للدكتور ريمون معلولي. تفضل دكتور ريمون. أيوة شكرا جزيلا أستاذ أمل. شكرا لا. شكرا أستاذ عريب. أنا راح أبدأ من النقطة الأخيرة اللي حضرتك حكيت عنها، وأنا أتفق تماما مع ما تفضلت. أنا أعتبر أن المرحلة القادمة التي ستأتي يمكن الكورونا ستلعب دور مهم، لكن تطور الأحداث وتدهورها السريع في المنطقة وخصوصاً على مسألة العلاقات ومع إسرائيل والتطبيع إلى آخره، سأقول أنه يشبه ما يمكن فقد دمى الحقيقة وانفتاح الصراع الحقيقي على كل مصالحه. وبالتالي الشعوب العربية التي كانت في حالة وهم
عن حول بعض الأنظمة العربية التي هي بين قوسين أو بين مزدوجين، أنظمة مقاومة، أنظمة معادية لإسرائيل إلى آخره. كل ذلك ينتهي الآن. وحتى مع الشعوب التي لم تطبع حكوماتها، كل الدلائل تشير إلى أن الجميع سيهرب، وبالتالي الصراع سيأخذ مجرى جديد، سيأخذ مدى جديد. وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى استقطابات جديدة، وبالتالي هذا سيفتح الأفق لحركة شعبية عربية وطنية وديمقراطية. يمكن لا أدري إلى أين ستنتهي، لكنها ستكون هناك عوامل مهمة جدا من أجل انفتاح الصراع الشعبي من جهة، الشعبي من جهة، ضد الحكومات وضد الأبرتايد الصهيوني الموجود في إسرائيل. أنا معك 100% في هذا الأمر. لا أدري الآن الشعب الفلسطيني، السؤال النقطة الثانية، الشعب الفلسطيني كشعب، أنا أرى أن سلطات الأمر الواقع في رام الله وفي غزة سلطات يمكن أن تتكيف ويمكن أن تتلاعب عاطفيا بمسألة أنها رافضة لما يجري في المنطقة العربية من علاقات مع إسرائيل، ولكن هذه اللعبة سرعان ما ستنكشف، وسيكون مطلوب من الأنظمة هذه القوى الأمن الواقع أن تفعل شيء أكثر من ذلك الكثير، وهي غير قادرة. وبالتالي ستكون هناك أيضا مواجهة، أعتقد وأريد رأيك حول المسألة، ستكون هناك مواجهة حقيقية بين الشعب الفلسطيني من جهة وهاتين القوتين القابضتين على السلطة في الضفة وفي غزة، هذا جهة أخرى. أرى أيضا نقطة ثالثة إذا تسمح لي، هو أنه ما يجري، حضرتك قلت أنه في إنكف أنه الدول الإقليمية المحورية تقفز الآن وتحاول أن تلتهم وتأخذ وتكبر مساحة نفوذها. ألا تعتقد أن هذا يجري برغبة وبتوجيه وبرضا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي تحاول أن تكافئ بدورها العالمي كقوة مادية عسكرية، ولكنها يمكن أن توحي بإقامة تحالفات أو ركائز هنا وهناك تخدم دورها، تلبي حاجات الولايات المتحدة وتلبي حاجات هذه القوى كتركيا وإيران وإسرائيل وغيرها. أعتقد أن هذا يحتاج إلى مناقشة أكثر عن موقف الولايات المتحدة الحقيقي من ما يجري. أشكرك جزيل الشكر، وأنا مستمتع جدا بما تفضلت به. شكرا دكتور. شكرا يا سيدي. شكرا. تفضل سيدي. يعني ثلاث أسئلة جوهرية في الحقيقة. بدي أبدأ بالسؤال الأول، كورونا لم تنشئ سياقات جديدة في المنطقة، بل ظهرت السياقات القديمة. الأزمة الاقتصادية قبل كورونا تعمقت بعد كورونا، الاستبداد قبل كورونا تعمق بسبب كورونا وبذريعة كورونا، حالة الغليان الشعبي سابقة لكورونا ازدادت يعني غليانا بعد كورونا. أنا في ظني معظم الظواهر اللي ممكن يعني أن ندرجها في سياق مرحلة ما بعد كورونا هي أصلاً أوريدي موجودة من قبل، ولكن ما يجري الآن هو تظهيرها ومفاقماتها بشكل أو بآخر وتحويلها إلى ظواهر أساسية في هذا المجال. لذلك إحنا رأى مزيد من الدول الفاشلة، راح نلاقي أدوار أكبر للنون ستيت أكترز في كثير من الدول العربية، راح نلاقي يعني مزيد من ثورات الخبز والكرامة والحرية وإلى آخره، وهذا كله يعني إرهاصات موجودة قبل وتظهر الآن يعني بكورونا بشكل أو بآخر. السؤال الثاني حول الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني أعتقد عنده خبرة متراكمة لأكثر من 100 عام، سواء في التعامل مع الموجات الصهيونية المتعاقبة
أو مع قياداته اللي بعضها نجح وبعضها نجح إلى حين من الوقت وبعضها فشل فشلا ذريعا منذ البداية، لديه حكمة. أنا في ظني نعم الصدام قادم، ولكن لن يأخذ شكل اصطدام فلسطيني فلسطيني. الشعب الفلسطيني سيصطدم مع إسرائيل، مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي سياق اصطدامه مع الاحتلال الإسرائيلي سيكنس الكثير من القوى، قوى الأمر الواقع في صفوفه، سواء في السلطة أو في غزة. يعني هذه اللعبة أتقنها الفلسطينيون جيلا بعد جيل، بمعنى لن يكون هناك صدام فلسطيني فلسطيني لتجلس إسرائيل وتتفرج على الفلسطينيين يقتتلون مع بعضهم البعض. القوى الفلسطينية في ظني الجيل الجديد، القوى التي تتفاعل داخل المجتمع الفلسطيني. بالمناسبة يعني أنا كتبت من فترة مقال إنه بشبه فيه الوضع الفلسطيني الراهن بالوضع عشية انطلاقة المنظمة وفصائلة، لما كان المجتمع الفلسطيني بيغلي بعشرات الجماعات والجمعيات والمنتديات اللي بتبحث عن سؤال ما العمل، بتحاول تجيب على سؤال ما العمل. الآن صدقوني يا إخوان، أنا حيثما أذهب أجد هذه الحركة، والآن عبر زوم يعني هناك أجندة كثيفة من الندوات واللقاءات والحوارات التي تجري يعني في ظلال الجائحة بين التجمعات الفلسطينية. لكن ليس لدي قلق من انخراط الفلسطينيين في اقتتال سلطة وشارع، سلطة ومعارضة. أعتقد أن الاحتلال أصلاً جاثم فوق رؤوس الجميع، ولما الشعب الفلسطيني بتحرك لمواجهة الاحتلال ساعتها بتسقط القوى اللي منعته من التحرك ضد الاحتلال، واللي تسببت في خسائر جسيمة لقضيته الوطنية بسبب الانقسام، واللي نمت على جذع الانقسام لوبيات ومصالح أين لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني وقضيته ومشروعه الوطني والاستقلالي في هذا المجال. نعم الصدام سيأتي، ولكنه سيكون في سياق الصدام مع الاحتلال أساسا، وأنا أعتقد هذه حتكون ميزة للفلسطينيين، وهذا هي الخصوصية الفلسطينية اللي يجب أن نشجع عليها في المناسبة، لتكنس كل هذه السلوكات المتيبسة والمتكنسة، ولكن في سياق الصراع مع الاحتلال وليس في سياق الاقتتال الفلسطيني الداخلي في هذا المجال. أما فيما يخص الولايات المتحدة والدولتين الإقليميتين الكبريين إيران وتركيا فيها، يعني لما أمريكا بتقول القيادة من الخلف، ماذا يعني القيادة من الخلف؟ يعني بدها تترك أطراف معادية تقود من الأمام، ولأنه ما فيش قيادات عربية في هذا المجال، تأتي دول إقليمية ومستعدة جاهزة قوية إلى آخره تتولى هي القيادة. الآن يأتي الدور الأمريكي. في أحيان كثيرة هذه القوى ابتلعت القيادة من الخلف، ولم يعد هناك قيادة من الخلف أساسا. يعني بمعنى هذه الدول أيضا ليست أدوات، يعني هذه مش لا هي قطر ولا هي الإمارات ولا هي البحرين ولا هي بعض الهياكل يعني المسمى دول. يعني هذه دول لها عمق تاريخي استراتيجي جغرافي ديموغرافي إرث استعماري إرث إمبراطوري إرث سلطاني، سميه كما تشاء. بمعنى يعني لا تقبل أن تكون مجرد أداة، وهذا معنى الأردوغاني بشكل أو بآخر. ولهذا أردوغان يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، شئنا ما بين أحببنا أم لم نحب. أنا شخصيا لست من المعجبين بالأردوغانية ولا بالعثمانية الجديدة، ولكن أنا لما بكتب مقال انتقادي ستكون يعني ردود الفعل والتعليقات المنددة فيه أضعاف تلك المنددة بالسياسة التركية. واستطلاع المؤشر العربي الأخير يعني صدر في الدوحة، يعني تركيا أكثر دولة لها نفوذ وشعبية لدى الرأي العام العربي، والدولة الأخيرة في قائمة المهددات للأمن الوطني والقومي العربي، يعني تسبقها فرنسا وتسبقها إيران والولايات المتحدة وإسرائيل طبعا في صدارة المهددات عند الرأي العام العربي وغير ذلك يا سيدي. فأنا بعتبر أن العلاقة ليست علاقة استتباع، وليست علاقة حدا يقود من الخلف وجه من الخلف من يقود منهم. أعتقد هذه الدول لها أجندات لها مصالح تلتقي وتتعارض، بالذات في الحالة التركية تلتقي وتصطدم
مع المشروع الأمريكي، مع التوجهات الأمريكية في هذا المجال، لكن هم من الذكاء بحيث ما يجعلوا من الصدام هو العنوان الرئيسي والبارز أو الوحيد في علاقتهم مع الولايات المتحدة، لأنهم لا يريدوا في المقابل أن يجدوا أنفسهم في أحضان السياسة الروسية أو القطب الروسي أو القطب الصيني أو أي قطب آخر من الأقطاب الدولية المتنافسة في هذا المجال. اللعب على الأقطاب والرقص على الحبل المشدود بين موسكو وواشنطن لعبة اختبرتها تركيا بجدارة. الحالة مع إيران مختلفة وتبدلت بتبدل الإدارات الأمريكية. أتى زمن وصلوا فيه الأمريكان أيام أوباما لنتيجة أن الإسلام الشيعي ممكن كويس، ممكن التعامل معه وممكن التعايش معه، وبصدرش إرهاب للعالم، يعني إرهاب محدود ومحلي وفي المنطقة العربية يعني، بينما الإرهاب السني هو اللي ضربنا في العمق وضربنا في أوروبا وضربنا في أكثر من مكان، في تنزانيا وفي دار السلام وفي يو اس اس كول وفي كل مكان يعني شركة. وأنا في رأيي هاي الفلسفة من بعيد كانت هي الخلفية والحاضنة للاتفاق النووي يعني بين إيران ومجموعة 5+1. يعني على قاعدة هذا الفهم ربما يعني كان بالإمكان الوصول يعني للاتفاق النووي. إجت إدارة ترامب واليمين الأمريكي والمحافظين والإسرائيلي والإسرائيلي والأنجيلي وكل هذا، قالوا هذا كلهم زي بعض، والإسلام الشيعي لا يخل خطوراتهم عن الإسلام السني، وبالتالي لابد أن نقرص إيران. وفعلا يعني أقصى العقوبات هي أقصى العقوبات، يعني ما في بالتاريخ عقوبات كتلك المفروضة على إيران الآن يعني، بالتالي يصعب. لكن في المقابل هناك إدراك أنه هاي الدولة ممكن التفاهم معها وإن بعد حين، هاي الدولة ممكن الوصول إلى تسويات معها وإن بعد حين. وما يجري هو ليس لكسر الدولة كما كسرت الدول العربية عديدة، وأقول لك ليست لكسر النظام كما كسرت أنظمة عربية عديدة، ولكن لتحسين شروط صفقة جديدة في هذا المجال. وهنا للأسف بيجي العامل الإسرائيلي يعني بيلعب دور أزعر الحي اللي بيحاول يعطل البلطجي، اللي بيحاول يدفع يعني شقيق أكبر إلى خوض معارك نيابة عنه وكل هذا الكلام، بيعقد الأمور أكثر ما بيجعلها أسهل في هذا المجال. فالصيغة مع إيران تبدلت وتغيرت وإشكالية لا زالت، ثم أن إيران لا يزال بحكم أنها تعتمد على الأقليات، والشيعة أقلية في العالم الإسلامي عموما يعني، مش بس يعني هم في بلد واحد أكثرية فقط في إيران، يعني باقي الدول هم أقلية، وبالتالي هي بحاجة لكثير من الاعتراف بهذا الدور كدولة المركز الشيعي في العالم الإسلامي وبقية الدول أطراف تدور في الفلك بشكل ما، وهذا مش سهل حدا يعترف فيه، هذا مش سهل، سيما وأن إيران أدواتها في السيطرة والنفوذ أدوات خشنة محضة، ما عندهاش أدوات ناعمة. تركيا اعتمدت في السنوات 10 الأولى من صعود حزب العدالة والتنمية على الأدوات الناعمة، وصفر مشاكل ومش عارف إيش، وفيش فيز مع العالم العربي ومع معظم دول العالم، تعالوا سياحة ومسلسلات ودراما ومش عارف الأولى، كلها أدوات ناعمة. وإن كانت تورطت بالأدوات الخشنة في الآونة الأخيرة، ميليشيات ومرتزقة وتدخل عسكري وقواعد عسكرية وإلى آخره، بس إيران لم تختبر أبداً الأدوات الناعمة في سياسة الخارجية في علاقاتها مع الدول، حيث ما تذهب إما تشيع إما خلق كيانات موازية للدولة، إما ميليشيات حل شعبي حوثيين حزب الله إلى آخره، حتى الميليشيات في سوريا كذلك الأمر، لذلك أدواتها خشنة منفرة بهذا المعنى، منفرة للدول المحلية اللي في مجال نفوذها، ومنفرة للإقليم ومنفرة للمجتمع الدولي، لكن لم تصل العلاقة إلى حد الإلغاء. والدور اللي بتلعبه أوروبا مع إيران بالذات أنا بعتقد أنه دور تجسيري، بانتظار أن تأتي إدارة أمريكية أكثر استعداداً للحديث والحوار وأكثر ضجاً لقطف ثمار مرحلة أقصى العقوبة للوصول إلى تسوية في هذا المجال. اللي مطروح يعني أن تكون على حساب التسوية وأن تدور المعارك على أرضه وأن يكون وقوداً لهذه المعارك هو العالم العربي، وليس على الطاولة للأسف. وليس على طاولة أي يعني وليس على طاولة ومحطوط طبق على الطاولة لكي يجري اقتسامه، ولكنه ليس جالساً، ليس له مقعد على هذه الطاولة. صحيح.
للبحث في مصائر وفي مآلات وفي غيرها. شكرا لك استاذ سمير سطوف. تفضل استاذ سمير. حياتي لكم جميعا. اهلا فيك. شكرا لك دكتور وليد على اهلا وسهلا الاضافه الرائعه والاضاءه على مجمل العناصر يعني لوحه. طبعا واللي اغنى الموضوع اسئله الاستاذ عماد والدكتور ريمون ما خلوا شيء واحد كثير صغار انه طبعا يعني نعرف انه في هالمرحله مرحله العزيمه العربيه وغياب اي مشروع عربي وحضرتكم وصلت في على المستوى الرسمي واللي عم يركب ظلال واقول في هذا المقطع الزمني على مستوى الشعوب الحقيقه ولحد نسمع بين تلو الاخر اقاويل اخي شو قادرين نعمل نحن لفلسطين؟ خذ سوريا مثلا يعني او بعض النخب السوريه مش قليل انه خلينا بحالنا نحن نهتم بشؤوننا يعني اذا كانت اسرائيل هي اللي حمت النظام وركزت اوضاعه نحن خلينا نتخلص من المهم على الاقل نحافظ على سوريا ربما في المستقبل نقدر يعني نقدم شيء لفلسطين. طبعا بينسوا هؤلاء جميعا انه فلسطين ليست مجرد بقعه ارض مختلفه قالوا استاذ سمير صوتك لا اجاني اتصال ما يسالوا حاله انه من هو الذي يحتل هذه الارض وشو بده؟ هل يقنع بفلسطين؟ هل هو مشروعه يكتفي بهذه البقعة أم يعني الغادي والرائح أصبح نعرف من ما هو مشروع هذا الكيان ومدى يمكن كان يقولوا من ميديا الفرات شعار الاستفتاء وكذا يمكن الآن افتح له مجال أرحب لأنه يتجاوز حتى هذه البقعة. طبعا يعني الحديث طويل في هذا أنا فقط في عندي ملاحظة إنه تعبير التطبيع يعني قبل قليل كنت عم نتناقش أنا والصديق عم نقول إنه تعبير التطبيع التعبير غير دقيق. صحيح. التطبيع هو إيقاف علاقات طبيعية شاملة بين دولتين أهمها على مستوى الشعوب. التطبيع بين اليهود الإسرائيليين الصهاينة والشعوب العربية يعني أنا بلاحظ بمصر ما في يعني في نفور ولم يستطيع صار سلام ولم يحصل تطبيع طبيعية طيب. بين الصهيون كذا هلا بين الدول مع علاقات هذه ما تطبيع أستاذ سمير عم يغيب الصوت ما أنا واضح لكن بقدر استاذ سمير الصوت عم يغيب لكن بقدر احط السؤال الاخير بالشكل التالي هناك خطا في استخدام المصطلح تطبيع يفترض علاقات بين شعوب كانت موجوده وتطبع لتصبح طبيعيه مره ثانيه اما ما يحصل مع الكيان الاسرائيلي لا يمكن إلا أن يكون هو علاقة إعادة فتح العلاقات طلب الحماية ممكن بين قوسين نوع من سلام الأنظمة. وهنا سؤال من الأستاذ حبيب إبراهيم كتبه ما هو الفرق بين مفهوم السلام لدى السلطات ولدى الشعوب العربية وأي منها قادر وقابل لتطبيق السلام عمليا؟ هل هناك من إمكانية لسلام مع مجموعة بفكر طائفي وعنصري واستيطاني وتوسعي كيف يمكن أن تكون هذه المعادلة؟ تفضل أستاذ وليد. يعني أبدأ بملاحظات الأستاذ سمير في هذا المجال. أنا أتفق معك يعني أن هناك ميل عند بعض النخب العربية شفناها في السودان سمعناها في سوريا حتى في العراق في أكثر من مكان انه فينا اللي بكفينا يعني و
وانه خلونا هلا من فلسطين، يعني عندنا قضايا اكثر جديه واكثر اهميه نهتم فيها. يعني لا احد يريد من اي شعب اكثر مما يستطيع بالمناسبه، ليس المطلوب يعني الان يعني، لكن مطلوب ادراك حقيقه انه نحن في خندق واحد جميعا، وان هذه الانظمه مع اسرائيل تتبادل الدعم والتأييد والتحالف في مواجهتنا جميعا. وتحدثنا قبل قليل، انا اعترضت قلت انه هذا ليس تطبيعا وانما تحالفا استراتيجيا يجري بين الصهيونيه العنصريه المصبوبه فوق رؤوس الشعب الفلسطيني من جهه، وانظمه الفساد والاستبداد والاستعباد في العالم العربي من جهه ثانيه. هذا هو ما نواجهه. بعض الاخوان اقترح نستخدم تعبير التتبيع او الاستتباع، بمعنى انه هذه علاقه تبعيه مش علاقه طبيعيه. والاصل انه زي ما تفضلت يعني انه علاقه التطبيع بتتم بين الشعوب ايضا، يعني ليست مصر وحدها. يعني تعال على الاردن اللي هو اقرب يعني، وعلاقاته مع اسرائيل يعني سابقه حتى لمعادله معاهده السلام في 94. يعني انا بتحدى اذا بقدر يجي اسرائيلي يقعد في كوفي شوب في الاردن او يتناول صحن فول في مطعم من مطاعم عمان. هذا لم يحدث، هذا لا يحدث. يعني في حالة من الغضب الشعبي ومن الرفض الشعبي لهذا المسار مدهش. تقرأ عند المستشرقين في بعض الصحف الغربية والإسرائيلية أن الأردن مش فيش علاقة شعب لشعب مع إسرائيل لأنه غالبية سكان الفلسطينيين. أخي أنا في البلد وأطول في البلد من جنوبها لشمالها من شرقها لغربها، إحنا مركز نشط ويعمل خارج العاصمة ليس بالعاصمة، وألتقي بمئات الأردنيين. والله إنه الغضب الشعبي على إسرائيل وعلى التطبيع في أوساط العشائر الأردنية لا يقل إن لم يكن يزيد عن الغضب في أوساط المخيمات الفلسطينية في الأردن. والقلق على مصير الأردن ومستقبله وهويته وكيانه عند الأردنيين أبناء العشائر أكثر تفاقماً من القلق عند الفلسطينيين في هذا. إذن يعني ما يلعبون على الغرب، لأن الأردن غالبية سكانه فلسطينيين. الملك مسكين مش قادر يروح بعيداً في هذا المسار. لا يا سيدي، هذا قديم الحكي، هذا صحيح كان في الخمسينات في الستينات ربما في السبعينات، بس الآن في إشي جديد عم بتشكل في هذا المجتمع، برفض هذه العلاقات وبرفض هذا المسار. إذن دعونا نشتق منحت ربما مصطلح جديد. بعدين التطبيع يعني بيفترض علاقة طبيعية بين دولتين طبيعيتين، على الأقل طرف من طرفي هذه المعادلة إسرائيل ليست دولة طبيعية، هي دولة استعمار إحلالي إقصائي إجلائي عنصري مصبوب على فوق رؤوس الفلسطينيين ومكتوب عليهم منذ أكثر من 100 عام. لذلك يعني هي ليست دولة طبيعية، نقول أننا نريد أن نقيم علاقة طبيعية معها. إذا هم مع الإمارات اللي بيعرف مين لم تاخذ حربا ولم تنزل جنديا، يعني السودان كان عنده على الاقل 30,000 جندي مرافقين على قناه السويس مع الجيش المصري، يعني في البحار اللي استشهدوا معنا في لبنان، يعني مش من طرف النظام، من طرف المعارضه البحرينيه. يعني الكويت ارسلت وحدات رمزيه والى اخره، يعني في يوم هاي البحر. يعني الامارات لم ترسل لا متطوع ولم ترسل عسكري ولم تشارك وبتوقع معاهده سلام مع يا اخي ان شاء الله. يعني هذا يعني في الحقيقه انا موافق على هلا. طبعا بالنسبه للشعوب العربيه، الشعوب العربيه اذا بدك رايي انا تدرك انه لا سلام مع لكنها واقعيه ايضا. يعني بتعرف يعني تقول لك اذا لابد من سلام يا اخي، طب ما كنوا الفلسطينيين من دوله وعودوا تقرير مصير. يعني الحد الادنى حدود الدنيا من الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، وبعدها اتركوا لحالك. لكن صدقني عندما تحفر عميقا وعي الشعب السائل ستجد انه استراتيجيا لا يؤمن بان هذه الدوله يمكن ان تجنح للسلم يوما، وانها تتطلع ليس لاحتلال فلسطين وابتلاعها فقط، وانما لاحتلال المنطقه وابتلاعها، ان لم يكن بوسائل القهر العسكري فبوسائل القهر الامني والسياسي والاقتصادي والمالي والتجاري وبالعون الغربي الامريكي على وجه الخصوص. هذه قناعه تجدها يعني عند عابره للاجيال وعابره للشعوب العربيه. لكن حاله الفشل المتكرر، الهزائم المتكرره،
دفع القطاعات من الشعوب العربية إنها تقول طب دعونا نقبل بالحد الأدنى وبعدها نقيم سلاما مع إسرائيل. لكن حتى هذا الحد الأدنى إسرائيل لا تقبل به. وإسرائيل اليوم سيداتي وسادتي، إسرائيل اليوم ليست هي إسرائيل التي وقعنا معها معاهدة وادي عربة أو اتفاق أوسلو أو حتى كامب ديفيد مصر. إسرائيل انزاحت بين 20-30 سنة خطوات واسعة صوب اليمين المتطرف واليمين الديني قلوب الاستيطان قلوب الاستيطان. المستوطنين اليوم قد عدد سكان إسرائيل لما قامت في 48 اللي في الضفة الغربية والقدس، لك أن تتخيل 10% من سكان إسرائيل اليهود مستوطنين في الضفة الغربية وتأثيرهم السياسي ربع الكنيسة. مين بنحكي احنا؟ هذول ما لهم علاقة لا بسلام ولا مشروعهم، هذا مشروعهم ضم استيطان يهودا والسامرة أرض إسرائيل الكبرى أرض الميعاد. هاي لغتهم، هاي مفرداتهم، هاي العقلية. حتى لو أدى ذلك إلى إحراج الأردن، إلى إضرار مصالح الأردن، إلى ابتلاع مصالح الفلسطينيين وحقوقهم، هذا مش مشروع على جدول أعمالهم. لا يكترثون بذلك، لا يكترثون بذلك. مشروعهم واضح، مشروع دورة إذا كوشنير نفسه مش بس الإسرائيليين. لما إجا على عمان وصار معه حكي في صفقة الإسرائيل قالهم هاي أرض توراتية. قال له واحد المسؤولين الأردنيين قال له أنت يعني جايب التوراة معك، خلينا راح أجيب القرآن أنا الثاني ونصير نحتكي للقرآن والتوراة وهات حلها بعدين. يعني شايف إذا كوشنير قاعد الآن بحكي بحدود توراتية، أول مرة إدارة أمريكية في ترسيم حدود تقفز من فوق الاعتبار الأمني والاقتصادي والمائي والأدري كما درجة العادي عليه إلى البعد التوراتي، إنه هاي المنطقة لا قعد فيها مش عارف مين، هاي المنطقة ملعب فيها نام فيها مش عارف مين، أتى ذكرها في سفر كذا أتى ذكرها في. يا أخي إحنا أمام مرحلة من اللا محكوم في هذا، يعني في مرحلة من اللا محكوم مع هذه الإدارة. لذلك يعني نعم السلام، مفهوم السلام عند كثير من أنظمة الاستسلام فقط، ارضى عني ويا وهذا يكفي، سلام مقابل السلام، ما حدا بده يقدم ذلك. يا رجل يعني أتى زمن إنه عبد الله بن زايد يبعث رسالة لأشكنازي يستحث فيه ويستعجله على تبادل التمثيل الدبلوماسي. الرسالة الأخيرة اللي بعثها عبد الله بن زايد لأشكنازي وزير خارجية إسرائيل يستحث التسريع في إتمام مسار التبادل الدبلوماسي. بكفي يعني هذا مؤشرا على حالة أي درك بلغنا في حالة الانحطاط. أنت زبطتني لك بسؤال صغير يطرحه قبل الذهاب للأستاذ بسام العيسمي عن حالة الاستعصاء الموجودة، لا دولة ثنائية القومية قابلين فيها، لا حل الدولتين قابلين فيه، صفي الحل الأخير المطروح هو الكونفدرالية مع الأردن، وهو فلسطينيا وأردنيا ليس بأمر اليوم. إذن نحن أمام استعصاء اللا حل إلى أبد الأبدين. أنا بدي أقول لك شغلة، يعني هذا الاستنتاج يدور في ذهن كل أردني وفلسطيني في الأردن وربما في الضفة وغزة ومناطق أخرى كمان، بس في الأردن هذا هو الموضوع الجوهري الذي يتصدر الأجندة السياسية للجدل الوطني العام في الأردن. فيش حل دولتين وفيش دولة واحدة. شو مصير 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية و2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وربما مليون فلسطيني في 48 كمان؟ يعني نتنياهو اقترح انه هذا جزء منهم يروحوا مع التبادل الاراضي، يعني ام الفحم والمثلث والمناطق الجغرافيه هاي تمشي. يعني انا في تقديري هناك خشيه من صفقه القرن الاثنين، ديل اوف ذا سنشري بارت 2، بس هاي المره معدل الاردن وبقايا الضفه الغربيه للكانتونات التي سيحشر فيها 3 مليون فلسطيني على مساحة ضيقة من الضفة الغربية. يعني وبتعرفوا المنطقة سي 60% من الضفة الغربية فيش فيها سكان فلسطينيين، المنطقة شبه فاضية تقريبا وهي عينهم عليها. ولما بتشوف الكونسبتشوال مابس تاع صفقة القرن بتشوف هذا العنقود الفلسطيني اللي اسمه دولة فلسطين، عنقود
هل تعرف ان حدود الدوله الفلسطينيه مع اسرائيل قديش طولها بسبب هذا العنقود؟ 1600 كيلو متر تعرجات بسبب التعرجات هاي وبسبب الزكزاك هذا المعمول يجعل حدود هذه الدولة العتيدة مع إسرائيل بطول 1600 كيلو متر، وهي أطول بكثير من حدود إسرائيل البرية والبحرية مع كل الجهات من جهات الأرض، أطول بكثير. كنا زمان نقول الأردن 500 كيلو متر أطول جبهة، شو بتطلع مزحة قياسا بالحدود الجديدة القادمة حسب خريطة القبر. لذلك يا صديقي يعني نعم المواجهة القادمة راح تكون حول هذا، هذا شو المصير؟ قد لا يكون هناك متسع لتحميلهم بالشاحنات وإبقائهم عبر الجسر إلى الضفة الشرقية، ولكن ستكون هناك محاولة لجر الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، جر النظام الأردني إلى الضفة الشرقية ضمن مفهوم تقاسم وظيفي، أنت تدير السكان ونحن لنا السيادة على الأرض ونسيطر على الأرض. وحسب خرائط سقطة القرن ليس هناك حدود مشتركة بين الأردن والدولة الفلسطينية، فيش حدود. إسرائيل تسمح ببناء جسر لنقل الفلسطينيين من الأردن إلى الضفة الغربية عبر حدودها، أما الشريط على طول النهر هذا جد من أراضي إسرائيل حسب خريطة القرن والخرائط المفاهيمية اللي رسمت في خريطة القرن. يعني إحنا ببساطة جديدة شديدة صفقة القرن تؤسس لجولات جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأردن الإسرائيلي، وإذا ما ذهبنا إلى هذا الصراع فهي تؤسس لأزمة أردنية فلسطينية. نقل الصراع من أن يكون صراعا فلسطينيا إسرائيليا إلى صراع فلسطيني أردني، إن لم نتقن إدارة المعركة وإن لم نتقن توجيه كل طاقاتنا فلسطينيا وأردنيا صوب التهديد المشترك، أعتقد أننا وهذا اللي بيشتغلوا عليه وهذا اللي حيشتغلوا عليه. لكن الآن ليس مجال طرح هاي العناوين، لأنه المطلوب الآن استكمال ابتلاع المساحات الأوسع من الضفة الغربية وحشد الفلسطينيين في الكنتونات المعزولة. يعني هذا المطلوب الآن، عندما يفرغوا من هذه المهمة في بلان 2 أو بلان بي لعلاقة بالأردن ودوره وكيف ممكن نشتغل على هذا الموضوع، ومن هلأ هم بيروجوا إنه النظام مش مستقر، النظام مهدد، النظام قد يزول، وبيطلع قائد المنطقة الوسطى يقول لك الملك عبد الله الثاني آخر الملوك الهاشميين من هنا. يعني هذا في تمهيد لإله، وإحنا تعودنا في تاريخ الصراع الفلسطيني ما يبدأ على شكل إشاعة أو وجهة نظر لتيار صغير يميني متطرف متعصب متشدد ينتهي إلى سياسة رسمية بعد 10 أو 15 سنة. هو أمر ذو دلالات صحيح. يعني هذا التاريخ كله، ارجع للتاريخ. خلينا نروح للأستاذ بسام العيسمي، تفضل أستاذ بسام. مساء الخير لك أستاذ عماد وتحيتي لضيفكم الكريم الأستاذ غريب وجميع المشاركين. الحقيقة لا أريد أن أزيد على ما يعني التوصيف الدقيق للأستاذ غريب حول مرحلة الانحدار والخواء العربي الحقيقة وتراجع مكانة المنطقة وخروج العرب مجتمعين من معادلة الصراع أو قدرتهم على التأثير فيها، ولكن أريد أن أنظر إلى الموضوع من خلال قيام دولة إسرائيل ودورها الوظيفي اللي قرر وجودها. إسرائيل مثل ما الكل بيعرف أنه هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي ما تشكلت تاريخيا مثل بقية الدول، وإنما ولدت بقرار من الأمم المتحدة، وارتبط قيامها بدور الوظيفي في المنطقة آنذاك واللي أدته لصالح الغرب وتؤدي لصالح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكان حينذاك هو مشابهة تمدد الاتحاد السوفيتي أو المتوسط والمنطقة وحماية منابع النفط واستمرار الوصول إليه. فإسرائيل تنتمي لحقبة الحرب الباردة والنظام العالمي اللي تشكل على أعقاب الحرب العالمية الثانية والتسويات اللي فرضتها إرادة المنتصرين بالحرب ورسمت خريطة المصالح الدولية ومواقع النفوذ.
إسرائيل هي بنت هذا النظام العالمي اللي عم نشهد اليوم تصدعه وآخر مراحل اللي صالح النظام العالمي الجديد اللي عم تتشكل، ويمكن لاحظنا بعض ملامح. لكن الاتحاد السوفيتي سقط والنفط فقد أهميته الاستراتيجية اللي كانت من قبل بسبب تلوث البيئة والاتجاه عالمي لاستخدام الطاقة النظيفة. فهذا أنا برأيي يفقد إسرائيل جزء كبير من دورها وأهميتها في المنطقة. النظام العالمي الجديد أرى أنه يعني سيقلص أو ستتقلص الحاجة للحروب المباشرة والتدخلات العسكرية المكلفة بسبب التقدم العلمي، ليصبح التنافس العلمي والتكنولوجي والاقتصادي هو السائد، وهذا لا تحمي حروب ولا بل يحتاج لإطفاء. وستأخذ الصراعات والتنافس الجديد مسارات جديدة أنا برأيي، لأنها تحتاج إلى أمان وتنمية وأسواق واسعة ومستقرة ومستهدفة. يعني على سبيل المثال، نشرت صحيفة هارتس العبرية بشهر تموز الماضي، يمكن الباحث الإسرائيلي ليون هادار وفق ترجمة وكالة ستيب الإخبارية، أنه يحذر من التغييرات التي ستحدث بالنظام العالمي الجديد، وعلى إسرائيل إعادة تقييم استراتيجياتها التي تقول بأن ستحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بوضع المهيمن في الشرق الأوسط باعتمادها على مصادر الطاقة في المنطقة ودعم التاريخي لإسرائيل، لتستطيع التكيف مع المتغيرات الجديدة للنظام العالمي الجديد. وبيكمل بقول أنه لم يعد الاقتصاد الأمريكي يعتمد على نفط الشرق الأوسط، ومن الصعب تصديق أي رئيس أمريكي بأنه سيخوض حربا في الشرق الأوسط لأجل ذلك. أي من ناحية يعني هنا بدأ في قلق بإسرائيل يعني بتصوري. من ناحية أخرى، رغم كل الدعم العرب اللي تلقته إسرائيل، ورغم تفوقها الواضح والكبير على محيط العرب في كل المجالات، ورغم حالة الوهن والضعف والشغاق بين العرب اللي تكلم فيها الأستاذ غريب، فإسرائيل بعد 72 عام وهي خلال كل هذه الفترة كانت عز قوتها، لن تستطيع أن تجمع شتات اليهود بفلسطين يعني كما كانت تحلم لإقامة الدولة اليهودية أو الأمة اليهودية إلى آخره. فعدد اليهود بالعالم حسب يعني يقدر، ما بعرف إذا كانت معلوماتي صحيحة، ب 18 مليون 19 مليون يمكن وصلوا 20 مليون. بإسرائيل عدد سكانها لا يتجاوز 8 ملايين، رغم كل هذه الانتصارات ورغم كل هذا التفوق اللي و 8 ملايين قسم منه انقدم بهجرات خارجية ليست من قديمة. يعني وسط بحر من العرب، بغض النظر إذا كانوا خارج التاريخ هلا، وفي مليار ونص مسلم. وهذا يعني عند احتلال الموازين الدولية القائمة حاليا في غير المصلحة الإسرائيلية، الكثير من الإسرائيليين سيعودون إلى البلاد اللي قلبوا منها، بخلاف سكان المنطقة الأصليين فهم باقون مهما كانت الظروف ومهما تبدلت. إذا ذلك، أنا برأيي يعني هناك تبدل في طبيعة وذهنية العقل الإسرائيلي، وهذا ما أشارت إليه تقارير استخباراتية وبحثية في إسرائيل تنبه لخطورة بقائها خارج منظومة الشرق الأوسط. لنا يعني عم نشوف الآن عم تحاول تتكيف مع التبدلات الجديدة وما قد يأتي به النظام العالمي الجديد، فعم تستعجل من هون، عم تستعجل التطبيع مع جيرانها العرب في سياق التمهيد لصفقة القلب، وهي اللي ما كانت متحمسة كثير لهذا التطبيع. وعلى سبيل المثال، يعني بالسبعين يوم أنور السادات استلم محل جمال عبد الناصر وبعث رسالة مع بتصور هنري كيسنجر لغولدا مائير، عرض أنور السادات تطبيع الكامل مقابل عودة سيناء والأراضي اللي احتلتها بال 67. كان رد واضح، قال إنه مصر خسرت المعركة مع إسرائيل والخاسر بالحق له يشرب. بخلاف اليوم، فنرى يعني أنا أرى إنه إسرائيل يعني اليوم هي عم تستعجل التطبيع والتفاوض مع محيطها العربي والاندماج فيه. ومن هنا أيضا في نفس السياق
نفهم الإصرار الأمريكي على فترة القرن والسلام الإبراهيمي اللي تكلم عنه ترامب، ولأول مرة حين يعني حفل توقيع اتفاقية التطبيع ما بين الإمارات وإسرائيل. فلن تكون الإمارات أنا اللي بشوفه أول الموقعين، ولن تكون البحرين آخرهم قطار التطبيع السياسي القدما، وستلتحق به قريبا الكثير من الدول إن كان السودان ولا يعني السودان. خليني استعير منك، معلش لو قطعتك أخي الكريم، خليني استعير منك السؤال هذا وأطرحه على الأستاذ عريب. الدور الذي يحصل اليوم، هل هو تموضع إسرائيلي مع واقع متغير، أم تغيرات أتت في مصلحة دور إسرائيلي أكثر أهمية؟ وخاصة أنك أشرت أن هناك دور أمريكي للقيادة من الخلف بمعنى التوكيل، بمعنى منظومة إقليمية. كان عندنا منظومة إقليمية عربية انهارت باحتلال بغداد، واليوم المنظومة عم يتصارع عليها كتل جيوستراتيجي، تركيا، إيران، روسيا، البعد العربي هو البعد الأقل أهمية، وإسرائيل. هل هي إسرائيل عم تتموضع مع يعني أوضاع جديدة، أم حدثت أوضاع جديدة تصب في أنه إسرائيل تقود يعني هذه المنظومة كعامل أمان قادر على يعني بريشينج هيز باور، أنه يفرجينا سلطته ومقدرته على الضرب؟ استاذ عماد يعني بدي دقيقه واحده انتني كملوا بعدين هذا دقيقة. تفضل. انا كنت ارجع لك، بس كنت اخذ هذا السؤال بالذات لحتى اطرحه. تفضل اذا بتريد تكمل. بالضبط، خلي بس دقيقه واحده. تفضل كمل دقيقه بس مشان نكمل. اخيرا بدي اختم، يعني اتصور ان مقبلون على تغيرات جغرافيه وديموغرافيه في كامل المنطقه، وستطال حدود سايكس-بيكو، يعني ليس 67 أو 48، وحالة الاستعصاء في المسألة السورية واستنقاع الطويل جعلها تتداخل مع كل الصراعات البينية والمفتوحة في المنطقة وخارجها. والنظام العالمي الجديد، أنا أرى لا تكتمل ولايته إلا بالوصول إلى السويات شاملة لكل الصراعات، فارتبطت مع بعضها مع تشكل هذا النظام الجديد، وهذا لا يتحقق دون إيجاد تسوية للمسألة الفلسطينية ضمن الحدود الدنيا التي يقبل بها الفلسطينيون. لكن بدي احكي عن المسار الديمقراطي وعن الربيع العربي اللي الحقيقه اتماها بالوعي الشعبي، ولا يمكن يعني خلقه وانما يمكن تاخيره، فاذا خملت هون ممكن يطلع من هون. فلذلك كلنا نحن مثل ما بيقولوا تحت الراحله، او كلنا يعني لنا نفس الهدف، كلنا ضد الاستبداد، ضد العنصرية وإلى آخره. فالثورات متصلة، وحتى الفلسطينيين يمكن أن يفتشوا عن طرف ديمقراطي إسرائيلي يعني يرفض دولة إسرائيل العنصرية. ومن هون أنا بتصور يمكن يعني ممكن يكون النضال بهذا الاتجاه، لكن لضيق الوقت أنا متفق لهون. شكرا لك. كان في ثلاث نقاط طرحها الأستاذ بسام، وهي تحولات اللي عم تصير وموقع إسرائيل منها. المسألة الثانية هي تحالف الربيع العربي، أنت أضفت من قليل أنه كلهم في خندق واحد تحت عدو واحد، هو تحالف استبداد مع يعني قوى القمع والعنصرية والاحتلال، وأن هناك تغير ما في منظومة الشرق الأوسط وموروثات سايكس-بيكو. تفضل أستاذ إبراهيم. يعني اعتقد ان وجهه النظر اللي تحدث فيها الدكتور بسام مطروحه بقوه في العالم العربي من قبل مفكرين ومثقفين وباحثين بيتبعوا تطور النظام العالمي وانتقاله من الثنائيه القطبيه الى القطب الواحد، والان الى التعدديه القطبيه بشكل او باخر. وبنطرح سؤال، شو موقع اسرائيل في هذا المجال؟ هاي النظريه في الحقيقه يعني يجري تحديها في عده نقاط بحاجة لتفكير يعني فيها. النقطة الأولى أنه نشوء إسرائيل كمشروع سابق لنشوء حتى الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة والحرب العالمية الثانية. نحن ما بنحكي عن إسرائيل 48، بنحكي عن إسرائيل الحركة الصهيونية، بنحكي عن مؤتمر بازل، بنحكي عن بداية موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، واللي بلشت عمليا في القرن التاسع عشر، يعني لسه كانت روسيا قيصرية.
العنصريه ومكنت الولايات المتحده داخله على النظام العالمي بالقوه، وكان العالم خاضع للاستعمار الاوروبي القديم بشكله واخر الحكم العثماني الامبراطوريه العثمانيه وهكذا. فاذا يعني الربط بين وجود اسرائيل بالحرب البارده والثنائيه القطبيه، وبالتالي التبشير بانه يعني هذا الكيان سيتعرض لابتزاز كبير بنظام متعدد الاقطاب بحاجه لتفكير عميق. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه المهمه في هذا الموضوع قدره اسرائيل على التكيف مع نظام متعدد الاقطاب. وانا بعتقد هنا انا اخشى ان اسرائيل ستكون اكثر مرونه في التكيف مع النظام متعدد الاقطاب. علاقه اسرائيل بروسيا علاقه وطيده، واللوبي اليهودي في روسيا لوبي مؤثر يعني، ومؤثر جدا بالمناسبه، مش مؤثر فقط يعني. ثم مش صدفه انه اول زياره بيعملها مايك بومبيو اثناء جائحه كورونا بشهر 4 في ذروه الجائحه كانت لاسرائيل، وكان الهدف منها وقف حده الاندفاع الاسرائيلي نحو الصين. طيب اجعل اسرائيل قول لهم خففوا علاقاتكم مع الصين في موضوع التكنولوجي والبنى التحتية والجيل الخامس ومش عارف ايش والموانع على المتوسط، واسرائيل كانت مقدمة عقود يعني بالاستحواذ على مينائي اسدود وحيفا وغيرها وغيرها من موانع اسرائيل وتطويرها وتقديمها وتكبيرها والى اخره. فاسرائيل بهذا المعنى ربما تسبقنا كعرب بخطوات على مستوى التكيف مع النظام العالمي. طبعا تغيرت ديناميكيه العلاقه، بمعنى انه زمان كان في للغرب والولايات المتحده مصلحتين استراتيجيتين في المنطقه، النفط واسرائيل. ترامب علنا قال انه لم يعد لنا مصلحه بالنفط، انما مصلحه واحده الان في المنطقه، ضمان تفوق اسرائيل في المنطقه. اسرائيل لها وظائف متجدده في هذه المنطقه، ليس لمواجهه الاتحاد السوفيتي، لما انشئت ما كانش في اتحاد سوفيتي. بس كان في احتمالات نشوء النفط. كان في دراسات تمهيدية تحكي عن مصادر للطاقة جديدة ما كانت معروفة. كان في مشروع محمد علي واحتمال يعني توحيد شطري الوطن العربي ولا آخره، فكان لابد من اختيار فلسطين لتكون يعني هي الشرخ بين مشرق العالم العربي ومغربه في هذا المجال. هذه الوظائف لم تنتهي. الإدارة الأمريكية اللي تحكي عن مشروع القيادة من الخلف، هي ممكن تفكر ايضا باسرائيل كقياده من الامام يعني، وبالتالي ليست تركيا وايران هي الاطراف المرشحه لممارسه القياده من الامام، اسرائيل هي الاكثر ترشيحا لممارسه القياده في المقعد الامامي. لكن كان زمان في عقبه انه في كثير من الدول العربيه لا ترغب بهذا الدور، مش مستعده لدفع اكلاف. الان في كثير دول عربيه مستعده لهذا الدور وتهرول باتجاهه ومستعدة لأن تكون في حلف استراتيجي واحد مع إسرائيل، ولتتولى إسرائيل مهمة القيادة من الأمام، ولتبقى الولايات المتحدة تمارس دورها القيادة من الخلف. فأنا شخصيا يعني بعتقد أنه ربما يكون سابق من أوانه الجزم بأن التحولات في النظام الدولي، وأنا معك هذا النظام يترنح الآن نظام القطب الواحد. تقرير صندوق النقد الدولي الأخير قال شكله ان الاقتصاد الامريكي الان رقم 2، الاقتصاد رقم 1 في العالم الان مش مع الحين، والاقتصاد الصيني. احنا رايحين بهالاتجاه. لكن السؤال هل ستتكيف اسرائيل ام لا؟ انا بعتقد انه المؤشرات اللي عندي بتقول انه قد تتكيف وتتكيف بشكل جيد في هذا المجال. لكن هذا ممكن يضغط باتجاه تسويات اذا كان في حاضنه عربيه، اذا كان في حاضنه فلسطينيه تريد أن تضع القضية الفلسطينية في على جدول الأعمال من أجل أن يقوم النظام العالمي الجديد على قاعدة حلول شاملة لكل الأزمات المطروحة في هذا المنطقة. فكرة الربيع العربي، نعم يا سيدي، هذا يعني أنا ولا في لحظة من اللحظات حتى في ذروة انهيار الربيع العربي صاورني أي شك في أن ما بدأ في تونس مع البوعزيزي سيستمر ويتواصل وسيكنس كل حالة الركود والاستنقاع في العالم العربي وكل أنظمة الفساد والاستبداد في العربي. الفرق كنا على قدر ربما من التبسيط لما نقول السذاجي،
الذي نعتقد أن إسقاط هذه الأنظمة العاتية وهذه القلاع الكبيرة سيمهد الطريق رحبا أمام الانتقال. ما كناش مدركين حجم التحولات في مجتمعاتنا والألغام المزروعة في هذه المجتمعات من ظاهر التدين السلفي، الهويات الفرعية، البنى العشائرية، البنى التقليدية على حساب البنى، ما كناش قادرين نتلمس أثرها في رسم مسارات التحول. الآن صار لدينا ربما إدراك أعمق لهذا الموضوع، لكن لم تتغير القناعة بأننا سائرون في هذا الاتجاه. أشرت إلى قضية مهمة أستاذ غسان، أعتقد أنها جوهرية. إذا الفلسطينيين بدهم يتخلصوا من فكرة الستيت هود، فكرة الدولة، لأنه ما عادش في حد دولتين، وبدهم يركزوا نظامهم القادم نحو الإيكوال رايتس، أنا بعتقد لابد من شريك إسرائيلي، والشريك الإسرائيلي هو بالضرورة شريك ديمقراطي غير عنصري، وبديش أجازف أقول غير صهيوني. هذا it's a must، مش خيار يعني فيك تاخذه أو فيك تستنكف عنه. أنت بتحكي عن دولة واحدة وحقوق متساوية، مع مين بدك تعمل هالدولة الواحدة؟ بدك ترى في قبل بدك شريك إسرائيل، وأنا بعتقد في إرهاصات في إسرائيل لعودة ربما تيار مدني ديمقراطي إلى آخره. ربما اللي بنشوفه الآن رغم الجائحة، أيام السبت في إسرائيل، التظاهرات ضد نتنياهو والعنصرية الإسرائيلية، رفعوا عن فلسطين في تل أبيب في ساحة رابية، يعني إلى هذا الحد. يعني لذلك أنا بعتقد نعم، للأسف هذا لا نجرؤ على القول كثيرا يعني في المنطقة، لأنه حالة التطبيع بتخلي أنت متحفظ حتى بالحديث عن يعني يهود متعاطفين معك وإسرائيليين متعاطفين معك، لكن إذا بدك تأخذها على المدى المتوسط والبعيد نعم لابد من البحث عن هذا الشريك، لأنه أنت فكرة الدولتين أنا في رأيي تآكلت، وأنت رايح على موضوع الدولة الواحدة والحقوق المتساوية، وبهذه الحالة لابد من الشريك الإسرائيلي. وبالمناسبة في ظواهر غريبة في إسرائيل، حكينا عن الظاهرة الأبرز هي التطرف اليميني والديني. لأول مرة في الانتخابات الإسرائيلية يهود إسرائيليين يصوتوا للقائمة العربية المشتركة. اعتدنا نشوف عرب بصوتوا للقوائم الإسرائيلية، نعم مو العكس صحيح، لكن ولا مرة شفنا يهود بصوتوا للقوائم العربية إلا أعداد قليلة من بقايا ركاح والحزب الشيوعي الإسرائيلي. الآن لا يا سيدي، في أعداد يعني في جزء من مصوتين عملوا ميرتس اختاروا في الانتخابات الأخيرة القائمة العربية المشتركة. هاي بدل على هذا التطور يعني لافت للانتباه، يجب أن يدرس ويجب أن ينمى. نعم، هاي بدل على الإحساس فعلا بعمق الأزمة، بأنه لا خيار. نعم. بينه ما بيقدر ينام ويقوم وياكل والرشاش تحت راسه ويتوجس الخطر من كل مكان، يعني بتحطه بوضع نفسي وذهني فعلا وضع مأساوي. خلينا نروح للدكتور محمود الغباش. دكتور محمود تفضل. شكرا اخي عماد. الحقيقه لست ادري، ربما الوقت الباقي قليل مع هيك تفضل معنا شيء ربع دقائق ربع ساعه تفضل. شكرا للأخ عريب طبعا في عرضه الشامل. سأتطرق إلى بعض النقاط الإضاءة وربما بترتيب تراجعي بناء على ما تفضل به الأخوان. فإذا بدأت من النقطة الأخيرة التي كان يتحدث بها الأخ عريب، على أذكر أن الفلسطينيين منذ السبعينات طرحوا خيار فلسطين الديمقراطية، وحتى للتاريخ ربما القذافي أشار إليها وسماها إسلاطين. واللي رفضها فكرة فلسطين الديمقراطية هم اليهود، قصدي الإسرائيليون، سواء كانوا من اليمين أو اليسار، لأن الفكرة الأساسية لإسرائيل منذ قيامها كدولة عنصرية يريدون استمرارها كدولة لليهود، ولحد الآن يجادلون عباس وكذا يجب أن تعترف بيهودية الدولة، ولا يريدون إذن فلسطين ديمقراطية قائمة على أساس المواطنة والمساواة بين المواطنين. ومن هنا أتى ربما قبول فكرة دولة حل الدولتين، حتى العرب يكونوا من جهة والمسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى، يعني من منطلق هذا العنصري والفصل. وأعتقد أن إسرائيل ستظل ساعية إلى بهذا الاتجاه، يعني إسرائيل لنقل الصهيونية بغض النظر عن القواهر الإيجابية التي أشرت إليها في عريب حاليا من تآلف،
لأن الحقيقة اليهود في المنطقة، أنا أقول حتى منذ قبل الإسلام وحتى قيام إسرائيل بشكل عام، كان في تعايش بين الشعوب، يعني ما كان والله في خلافات بعيدة المدى على أساس طائفي بين اليهود والمسلمين والمسيحيين. وبالتالي منذ بداية الخمسينات وبداية الدولة حتى في كتابات لمسؤولين إسرائيليين أن الوسيلة الوحيدة لاستمرارنا كدولة يهودية، هنا أتي إلى نقطة مهمة، هي أن نعمل على تفتت الدول اللي حولنا بحيث نكون نحن الدولة الأقوى وما حولنا كلهم متفتتين ومتناحرين. وإضافة لذلك إذا فينا نبين أن الدولة الديمقراطية الوحيدة أيضا في المنطقة بيكون لسه أحسن وأحسن. وأعتقد من هذا الباب إسرائيل أسهمت في إفشال الربيع العربي، وإن لم يكن ذلك واضحا بوضوح العيان، ولا سيما فيما يخص النظام السوري. أننا أعتقد نجمع على أنه لو كانت إسرائيل تريد أن للأمريكان أن يعملوا ضد النظام السوري أو لإسقاط النظام السوري بطريقة أخرى لا فعلوا. من هذه النقطة، وهذا يعيدنا إلى فكرة التطبيع التي تكلم بها الأخوان. التطبيع طبعا الأنظمة العربية كلها لو تطبع عليها، أولا أن تطبع علاقتها بشعوبها، لأنها ليست هناك علاقات طبيعية. العلاقة الطبيعية أولا بأي حاكم سواء كان ملكا أو رئيسا أن يستمد شرعيته من الشعب كما في الدول العادية، وهذا لم يكن متيسرا. ربما كان أسهل قبل ربما التطورات الأخيرة للأنظمة الملكية أن تستمر وتتأقلم أو تتمتع بالمرونة كما أشار إليه الأخ عريب، لأنها في حال اقتصادي كان ممكن أمن للشعوب نوع من الحياة يعني اللائقة، ويعني نظام وراثي، ملك وراثي طبيعي، لما وراثي الابن يرث أباه. ولكنها طبعا لم تختر هذا الاختيار، بل في فترات ساعدت الجانب الآخر، ما سماه الأخ عريب الجمهوريات السلالية. هناك الأنظمة السلالية وهناك الجمهوريات السلالية، وهذا أمرها أدهى، السلالة في سوريا مثلا. وهنا أود أشرت أخي إلى بداية تسلسل الانحدار منذ هزيمة 67. إذا أردنا أن نسلط الضوء على السفح السوري لهذا الانحدار من التلة والجبل، فعلا هذا مهم. في 67 بطل وكان وزير الدفاع السوري حافظ الأسد، وحصلت الهزيمة. وفي أي دولة عادية وزير الدفاع على الأقل يستقيل، حتى في مصر شكليا استقال عبد الناصر، والمهم أما في سوريا فانتصر، وبعد 3 سنوات أصبح وزير الدفاع المهزوم هو الرئيس. ومنذ ذلك الحين هذا الاستثناء السوري، يعني اسمح لنا فيه الاستثناء السوري. هناك نقطة مهمة، أنا أعتقد أن التطبيع قبل أن يجري على الورق مؤخرا حاليا هي عملية طويلة، بمعنى التطبيع جعلوا، ولا سيما هنا أشير إلى دور النظام السوري الأسدين، جعلوا الناس تستسيغ التطبيع إلى هذا الحد أو ذاك. هذا ما أشار إليه أحد الأخوة حول يمكن الأستاذ سمير، أن السوريين بيقولوا لك ليش بدنا هلا بالقضية خلونا، بس في ناس بسبب الإجرام اللي حصل، وهذا أيضا واقع، بيقولوا لك والله كل شيء قتلوه الإسرائيليين من الفلسطينيين بالانتفاضتين والكذا وكذا ما بيعادل ضحايا في مدينة واحدة اللي قصفها نظام الأسد. يعني شئنا يجب أن نعترف أنه في ناس في هذه الظروف تقول لك والله إسرائيل تجي تحكمنا أفضل ما يحكمنا هذا النظام. فبالتالي هذه الممارسة هذه اللي هيأت للتطبيع بهذا المعناه اللي مش مزبوط ما قلنا التطبيع. أنا أذكر أيضا في نقطة مهمة، قبل أن يزور السادات القدس ذهب إلى دمشق والتقى بحافظ أسد، وبعد أن تباحثا ودعوا إلى المطار، وفي عند توديه أعلن عن رأيه بزيارة القدس، قال إنه لا تأتي في أوانها. وأنا أقول في رأيي أن التاريخ ما حصل بعد يفسر ربما ماذا يقصد ما لم تأتي في أوانها. أنا بمعنى ذلك في ذلك الحين كان في رفض كبير لكل العرب لكذا، أما بعد ما هيئ هو بنظامه تحت شعار الموانعة طبعا
ومثل ما انت ذكرت المراحل بين التوازن الاستراتيجي وبين استعاده الاراضي وبين وكذا والممانعه، اوصلنا الى هذه النقطه اللي الان من يعملون التطبيع يعتقدون انه نضج الوضع على الصعيد الجماهيري. اعتقد لا يهمهم كثيرا توقيع والله امير الامارات وكذا، اعتقد ان اطراف اسرائيل تعتقد انه ان الاوان من حيث الانضاج على اساس الناس الشعوب العربيه، وهذا الامر خطير. ولكن طبعا النقطه اللي اشرت اليها بالنعنى وهو اعتقد مجمعون عليها، الربيع العربي مستمر في دول عديده، وكل ما فعلوه هو يزيد الالام ويؤخر طبعا انتصار التغير الديمقراطي، يعني نصل الى يوم فعلا حكام لا يستمدون شرعيتهم من شعوبهم. ولكن الامور خطيره، ولا سيما استمرار اللي اشرنا موضوع اللعبه والتفتيت في المنطقه الذي تعمل اليه اسرائيل، والى حد ما يؤيدونها امريكا وغيرهم في موضوع الافراد في شمال سوريا. يعني التفتيت هذه مشكله صعبه ويجب ان نهتم بها ك يعني الثوار في الدول العربيه ولا سيما في سوريا يهتمون بها كثيرا. وساكتفي بهذا القدر النظرا الذي يطرحه. شكرا لك دكتور محمود. طبعا لم يحن اوانها ذاك الوقت، حان اوانها بعد الطبخ، هلا استوت الامور. هاي نقطه جدا اساسيه. النقطه الثانيه هي استخدام الديماغوجي لمساله تحرير فلسطين. قبل شهرين او ثلاثه كان مثلا في لبنان حزب الله يهدد ويوعد ويرعد، وعندما تم تركيع لبنان اقتصاديا نتيجه بنيته الفاسده والتحالف الاقليات الذي اوصل الى كارثه، خرج الناطق باسم الثنائي الشيعي ليتحدث عن ترسيم الحدود مع دولة إسرائيل. وصلت الرسالة في لبنان، الثنائي الشيعي كما كل أذناب إيران يحضرون المشهد لحالة جديدة لترامب إذا نجح ولبايدن إذا لم ينجح. واضح تماما أن الرسالة موجهة لواشنطن. لم يكن يهم كثيرا في هذا الوقت ترسيم الحدود، سوى أنه الأمور قد نضجت. والغريب أن ترامب قال أنتظر بعد حصولي على النتائج الرابحة في الانتخابات مكالمة من طهران لبدء الحوار. القصد استخدم القوماويون والأنظمة الاستبدادية مسألة فلسطين شماعة، استخدموها الإسلاميون أيضا بشكل ديماغوجي، استخدمت إيران وكل من يريد أن يعبث في هذه المنطقة بشكل ديماغوجي. أستاذ عريب، هناك أداء في دولة إسرائيل بغض النظر عن عنصريتها وعن طائفيتها، وأن خلي الأستاذ عادل يحدث سؤاله النهائي ويحكي بعدين. أستاذ عريب تفضل أحسن. شكرا لك دكتور ميشيل. القصد أنه أداء الدولة الإسرائيلية الداخلي واللي عم يعيشوا فيه عرب 48 أليس أفضل على الأقل على الصعيد الأدائي من دول الجوار التي نقول أنها تتفتت وتنهار؟ لا لك أستاذ عريب. أي نعم تفضل بعدين نروح لأستاذ. يعني أنا متفق مع كثير من الملاحظات اللي أدلى فيها الدكتور محمود غباشي في هذا المجال، بس بدي يعني أشير إلى بعض النقاط بسرعة. يعني فلسطين الديمقراطية، الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية، هذا شعار الثورة الفلسطينية منظمة التحرير منذ انطلاقتها في أواسط الستينات. يعني هذا كان معروف أن إسرائيل لن تقبل بهذا، وكان معروف أن هذا مشروع طويل ودونه خط القتال. لكن بدأت عملية التكيف الفلسطيني مع ضرورات مراعاة الموقف العربي والاعتبارات العربية بإزالة أثار العدوان وروجرز ومؤتمر جنيف وفك الارتباط وكل هذه السلسلة، بدأت في الحقيقة بالتوازي إلى أن وصلنا إلى الموضوع الدولتين.
في إسرائيل حل الدولة الواحدة أصعب من حل الدولتين، يعني إذا كان في صعوبة في تمرير الدولتين على الرأي العام الإسرائيلي والنخب الحاكمة في إسرائيل، فتمرير حل الدولة الواحدة أصعب. يعني ربما تجد من الإسرائيلي من يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين من أجل ضمان يهودية الدولة وديمقراطيتها. يعني هذا منطق اليسار تاريخيا في إسرائيل في العمل بشكل خاص وميرتس، دعونا ننفصل عن الفلسطينيين لنحفظ يهودية الدولة وديمقراطيتها. بخلاف ذلك ربما تكون سنفقد يهودية الدولة وستصبح دولة عنصرية. يعني هذا اليمين الإسرائيلي رأيه لا، إنه نحطهم بمعازل وبعدين في بلان بي مع الأردن وغيره وبلاد وإلى آخره، لأنه لم يتخلى عن فكرة الأرض، أرض إسرائيل الكبرى والتاريخية في هذا المجال. الآن لما بعض الفلسطينيين بيطرحوا فكرة الدولة الواحدة، هم ما بيطرحوها كمشروع تفاوضي يتفق عليه بين الجانبين، هم بيطرحوها كمسار تاريخي، بمعنى نحن نناضل في سبيل حقوق متوازنة متساوية في كافة الميادين، والنظام العنصري لن ينهار بين عشية وضحاها، ولكن هناك لحظة ستأتي سيتداعى فيها هذا النظام، لكن وربما يمكن بعد ذلك القول أن فكرة الحقوق المتساوية قد باتت أمرا واقعا في هذا المجال، لكن مش مطروحة كمشروع تفاوضي، مش مطروحة لجلسات حوارية وتفاوضية مع الإسرائيل، مطروحة كمشروع نضالي من أجل تمكين 7 مليون فلسطيني في الخط الأخضر داخل وفي أراضي محتلة عام 67 للعيش بشروط إنسانية متساوية مع اليهود الإسرائيليين. هذا من جانب. بالطبع ذلك هذا يعني في الحقيقة الاستبداد ودوره في تهيئة الرأي العام للقبول بالتطبيع، وهذا صحيح حتى عند الفلسطينيين. يعني الآن اذهب إلى أي بيت فلسطيني في أي مخيم، ولكن اللي قتلنا من العرب أضعاف من قتلوا من الإسرائيل، يعني على يد الإسرائيليين في حروب منظمة مختلفة يعني مع كثير من الدول العربية. وبالتالي يعني في هناك ميل في الحقيقة هذا الاستبداد، سواء كان واعي أو غير واعي، مدرك أو أجى بالنتيجة هيك النتيجة سيئة، لأنه فعلا أنت تدفع أحيانا بعض الشعوب العربية للقول نتحالف مع الشيطان للخلاص من هذا الشيطان الذي قائم على فوق رؤوسنا. أنا بذكر أحد الحوارات مع أحد المثقفين العراقيين قبل الغزو الأمريكي للعراق، كنت بحذره من الغزو، بقول شنو عيني يعني بده يروح نص مليون عراقي في الغزو؟ طب يروحوا بالجمله ويخلص من صدام، ما هم بدهم يروحوا بالمفرق هذول، خلينا نخلص بالجمله ونروح ونخلص من صدام بمعنيتهم احسن ما نخلص منهم بالمفرق ونستمر مع صدام وابنائه من بعده. يعني انت بتحكي مع مثقف ومع شاعر ومع شخص مرهف في الاحاسيس يعني وبالتالي نعم هذا الاستبداد خلق مناخات مهيئة ومناخات تضمن الأنظمة إلى خطواتها التطبيعية. لا أريد أن أستفيض في الإجابة على كل هذه الأسئلة، لكن سؤالك دكتور عماد حول وضع فلسطينية إسرائيل 48 عرب 48 وأداء إسرائيل حيالها، يعني أنا مرة حكيتها مازحا يعني، بس مزح الذي يخفي جدا يعني انه المكان الوحيد اللي الفلسطينيين المثلين فيه بحجمهم من السكان بالضبط هو عرب 48. المكان الوحيد اللي بيقدروا يحصلوا فيه على اعضاء في الكنيسة بقدر نسبه مشاركتهم في الانتخابات هو في منطقه 48. هذا يرجو ان لا يعني تعتبر خارج النص، يعني اخذ ريكورد كانت على الهواء مبثوثه الان يعني، لكن من أسف هذا هو الوضع، من أسف هذا هو الوضع. يعني لما بتروح على فلسطينية لبنان بتشوفهم ممنوعين من 72 وظيفة، لما بتشوف ممنوع فلسطيني يعمل سقف اللي بدلف عليه بالشتاء وبالمطر، لما بتشوف حالة العزل اللي عم بتصير والعنصرية اللي بدل التعامل فيها، لما بتشوف الآن أنا بسأل القيادة الفلسطينية هل لدى أي منكم معلومات وين راحوا فلسطينية سوريا؟ كان عندنا 600,000 فلسطيني في مخيم، وين صفوا؟ صدقني لا أحد لديه معطيات وين صفوا هذول الناس. منهم من مات ومنهم من اعتقل ومنهم من هاجر ومنهم من
من تشرد داخل سوريا ومنهم من ذهب الى الدول الشتات البعيده كسوري مش كفلسطيني حتى كمان. انا بسال في الماني مسؤول الهجره انا بقول له كان فلسطيني من سوريا اجاكم في الازمه الاخيره، قال لي ولا واحد، قلت له انا بعرف 10 15 واحد يلا كيف ولا واحد يعني، قال لي هذول سوريين هذول لا احد يعرف. يا اخي الوضع كارثي يعني، الوضع كارثي بكل ما تعنيه هذه، لكن لا نريد ان نعطي كريدت لكيان او لنظام يعني ديمقراطي لليهود وعنصري ضد الفلسطينيين بالذات في المناطق المحتلة، يفرض حصار جائر على غزة ويلتهم الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل منهجي منظم ويلغي وجودك كشعب له حق في تقرير المصير. صحيح. أستاذ عادل درويش، تفضل أستاذ عادل. أستاذ عادل فتحت لك الميكروفون، تفضل. أهلا فيك. بعد الصمت العربي على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، وبهذا تم إلغاء مشروع الدولتين، وفي ظل أسأل في ظل تسابق الأنظمة العربية الاستبدادية اللا شرعية القاتلة لشعوبها على التطبيع مع إسرائيل، في ظل تسابق الأنظمة اعتقادا منها أنها تحمي نفسها من الانهيار ومن هيمنة الدول الإقليمية إيران وتركيا، أسأل أليس بعد تطبيع الأنظمة مع إسرائيل فرص نجاح عربي جديد، نجاح ربيع عربي جديد مدعوم من إسرائيل ومن أمريكا ودعم دولي ينتج أنظمة شرعية تستمر بالتطبيع الذي تكون قد ورثته من تلك الأنظمة التي إلى طور ما هو أكبر من التطبيع كطور اتحادي يسمى اتحاد الشرق الأوسط مثلا. تكتفي بهذا السؤال. شكرا لك. أنا أستطيع أن أجزم هنا يعني، وثمة شواهد كثيرة إن أتيح الوقت في جلسات قادمة ربما نستحضرها يعني، أن إسرائيل لا تأنس أبداً التعامل مع نظام ديمقراطي عربي أبداً، هذا ليس في الحسابات الإسرائيلية، لأنها تدرك أن أي نظام ديمقراطي عربي يعبر عن الحد الأدنى من مشاعر الشعوب العربية وتطلعاتها وأشواقها وأمانيها ستكون بالضرورة معادلة إسرائيل، بالضرورة وبالتعريف معادلة إسرائيل. وإذا البعض اعتقد أن اليوم قبعنا فخلي إسرائيل يعني تعيش حياة طبيعية وتدعم القوى الديمقراطية ولا آخرين عشان استقرار والسلام في المنطقة، أنا بعتقد أنه مختل، أن الخلاصة الاستراتيجية عند إسرائيل وحدها الأنظمة غير الشرعية، الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة الفاسدة، الحكم الفرد هو اللي بيقدر يقيم علاقة مع إسرائيل ويلبي مصالح إسرائيل في هذه العلاقة. أما إذا طرح المسألة على برلمانات وعلى حكومات منتخبة وتصويت وبرامج ومقراءة في نصوص الاتفاقيات، صدقني هذا لن يتم، هذا لن يحدث. ولهذا السبب أنا خايف في الحقيقة من أن إسرائيل تدعم مقاعد برهان وحميدتي في السودان إلى أبد الآبدين، لأنه إذا بكرة تشكل مجلس الانتقال التشريعي أو صارت انتخابات في السودان، أنا أقدر أقول لك على الأقل في أغلبية، بديش أقول لك كل السودانيين، بس في أغلبية وازنة من السودانيين لن يقبلوا ولن يقبلوا بهذه العربدة وبهذا الابتزاز اللي خضعوا له قادة الجنجويد والجيش من قبل واشنطن وإدارة ترامب على وجه الخصوص. إسرائيل لا تأنس بهذا. ولهذا من فترة على البي بي سي كنت أنا وكان في واحد إسرائيلي في الجهة الثانية من النقاش، قلت له هنيئا لكم جنرالات السودان والجنجويد المطلوبين للرأي، وإحنا بكفينا الشعب السوداني وقوى الحرية والتغيير اللي قادت أشرف انتفاضة في السودان تقف إلى جانبنا وتدعم موقفنا وتدعم حقوقنا. في إشي أخلاقيا عم بنهار، صورة إسرائيل اللي حاولت تقدم حالها كمشروع أخلاقي يشترك مع الغرب في منظومته القيمية يعني shared values مع الغرب، واحد الديمقراطية في صحراء الشرق الأوسط، هذا عم بتكسر، هذا عم بنهار، وبالتالي مشروع نزع الشرعية عن هذا الكيان إذا أقل اللعب الآن
كفلسطينيين وعرب ديمقراطيين وتقدميين ومناضلين في سبيل الحريه والمساواه ضد العنصريه وضد الابارتايد. انا في تقديري بكسر. وش مطلوب الان ان نربط الحركه الوطنيه الفلسطينيه بحركه الشارع العربي ومجلس الربيع العربي الثالث القادم؟ هذا جزء مهم من المطلوب استراتيجيا، لكن جزء مهم ايضا how to integrate الحركه الوطنيه الفلسطينيه باليقظه العالميه ضد العنصريه وضد التطرف والشعبويه واليمين المتطرف في اوروبا. وفي يقظه من هذا النوع احد عناوينها Black Lives Matter. احد عناوينها احنا معنا نفس المشكله، يعني انتم بتقاوموا عنصريه، هون في عنصريه، هون في ابارتايد، هون في طرق التفافيه لا يصير عليها الا ممنوع على سكان البلاد الاصليين استخدامها. هنا 85% من اراضي غور الاردن تاخذها المستوطنات و15% بتروح لسكان البلاد الاصليين. المستوطن في الضفه الغربيه بيستهلك ما يقعد 4 فلسطينيين من ابناء الضفه الغربيه. في نظام عنصري عم يفرض نفسه على سكان فلسطين، حتى على 48 اللي ضمن وضعهم احسن من غيرهم. بس بالتعليم، بالصحة، بالعمل، بالبطالة، بالجريمة المنظمة، كله أسوأ مؤشرات هي اللي عند عرب إسرائيل. لذلك أخي الكريم، أنا بعتقد يعني هذا ليس مفتوحا. أنا بقول لك أنت لما الفلسطينيين والعرب يحققوا تقدم في سياق كفاحهم من أجل الحقوق المتساوية ومن أجل الحرية والديمقراطية والآخر، ولما بتبدأ تنحصر هذه الموجة العنصرية الصهيونية المتطرفة ويتآكل نفوذها وتأثيرها، ساعة إذ ممكن الحديث عن سياق جديدة وعلاقات جديدة. لما بتصير في دولة لكل أبنائها في فلسطين التاريخية، هي نفسها الفلسطيني والغير الفلسطيني رح يكون جسد لعلاقات طبيعية بين كل مكونات هذه الدولة والعالم العربي. مش حلف أمني، مش حلف استراتيجي، مش حلف ضد إيران، مش حلف ضد، مش نيتو عربي، مش نيتو شرق أوسطي. لا، هذا بده يكون يعني شعوب يعني بدها تعيش بسلام، بحرية، بأخاء، بمحبة، بتنمية، بدها تقطف ثمار يعني نضالاتها وعذاباتها الطويلة بهذا المعنى. لكن إلى أن نصل إلى تلك الغاية، ولا أدري متى سنصل إليها، أنا لا أعتقد أن إسرائيل ترغب أو ترحب بأي تغيير ديمقراطي حقيقي في العالم العربي. شكرا استاذ عريب. الخواتيم مع الدكتور بعد زمن، يعني هذا الحل السيدي تاكدته ممكن يحصل يعني بعد ما تفوتوا الوطني ومساواة اسرائيل بعد زمن ممكن، بس يعني اسرائيل التي نعرف ليست بهذا الصدد، ليست بهذا الوارد. شكرا لك دكتور ميشيل. عندك الخواتيم، تفضل. يعطيكم العافيه. خارج اطار الشكر الطبيعي لهذا اللقاء الطويل، لكن صراحة هو من الغنى، هو من الغنى ما يستحق أن يسمع أكثر من مرة. في صدى عندك يمكن عباد؟ أيوة، فهنا يستحق أن يسمع لأكثر من مرة، ويتم الوقوف ليس فقط على عرض أخونا العزيز غريب، لكن أيضا على الأسئلة والإجابات على هذه الأسئلة. من باب التلخيص إن صح التعبير والوقوف على بعض العناوين، أولا نحتاج إلى أكثر من لقاء لبحث ما هو المطلوب وما هو الممكن، ليس فقط على منبر مسار، لكن من غرف المفكرين العرب، لأنه صراحة لم نعد نحتاج إلى أن نعرف من هو البلد الجديد الذي سوف يقيم علاقات مع إسرائيل. هذا القطار ماشي بدون أي عائق على الإطلاق، والشعوب غير قادرة أن تعيقه، ممكن أن تعبر عن مواقف. إنما الطابق مكشوف تماما من المغرب العربي إلى مش عارف وين، وحتى على صعيد المنطقة. وقت من حكى عن إيران وعن تركيا، تركيا علاقات قوية مع إسرائيل ويعني سمن على عسل رغم كل المظاهر، وإيران بنعرف إيران جيت وغيره، واستقبال أحمد نجات للمشاعرات اليهود والرجال الدين إلى آخره. بمعنى أن إيران والإيرانيين وحتى الإيراني اليهود وما شابه، ونعرف في قنوات طبيعية
وسوف يباع ويشترى في هذا المجال في المنطقة بكاملها. لكن شو هي العناوين الثانية الآن؟ صراحة نحن نعيش التاريخ، وربما لا ندري أننا نعيش التاريخ في أهم منعطفاته. يمكن نشوف بعد الحرب العالمية الأولى شو صار، بعد الحرب العالمية الثانية مش عارف شو صار، لكن نحن الآن في حرب عالمية بصيغة أخرى أطول بكثير من الحروب العالمية التي شاهدناها. وصراحة هذه الحروب إذا كانت تأخذ على صعيد شركات وذكاء صناعي مش عارف بين الصين وأمريكا، لكن مثل ما تفضل بعض الأصدقاء، المنطقة عندنا ليس فقط صعيد شركات، ولكن صعيد دول، صعيد جماهير، صعيد بدي أقول فئات، حدود وما شابه. والربيع العربي أهميته أنه قلب التربة، قلب التربة ويسمح بوضع جديد. وأيضا زلزال حقيقي ليس المهم 5 سنين وعشر سنين، لكن هذا السد الذي كان قائما هذا التكلس تشقق، وبالتالي في هناك نفاذ لأكسجين جديد. حتى لو نحن محبطين أو يائسين أو متشائمين من اللحظة الراهنة، إنما هذا المسار يستحيل توقيفه. وبالمناسبة ليس فقط مناطقنا أو شعوبنا هي التي تتحرك، شعوب العالم بكاملها تتحرك، في أمريكا، في أوروبا، في أماكن كثيرة جدا. ليش؟ لأن نعيش إلى جانب انهيار، يعني شو يسموه، نعيش التاريخ، نعيش انهيار الأخلاق. وانهيار الأخلاق لا يمكن أن يستمر، لابد للناس بهذه الكتلة البشرية الضخمة إلا أن تعود للتفتيش عن قيم معينة تتناسب. لذلك نشوف وزراء ونشوف مسؤولين بأوروبا بيوقفوا بهاجموا إسرائيل، بهاجموا الكيان العنصري، بيهاجموا لصالح حقوق الإنسان وصالح حقوق الفلسطينيين. إذا نحن في هذا المنعطف التاريخي الكبير والبطيء، بدي أخذ إسا يعني سنوات وسنوات، ولا ترامب ولا غيره يستطيع أن يكون مؤثرا جدا في هذا الأمر. وفينا نقول عنوان آخر، أن إسرائيل مهما أوتيت من قوة اقتصادية ونفوذ أمريكا وطيارات وسيارات وذكاء وإلكترونيات، لا يمكن أن تبتلع هذه المنطقة، وهذه المنطقة لا يمكن أن يبتلعها أحد، لا أمريكا ولا أوروبا إلى آخره. مئات الملايين، مساحات جغرافية كبيرة، في ناس متعلمين كثر، صحيحنا الآن مشتتين مهشمين إلى آخره، إنما في الحقيقة لا يمكن. هذا ما بدون بيعطي الامل انه نحن بدنا ننتصر في الاخير راح يصير هيك وخليكم ما يهمكم، لا، لكن بيعني انه في هناك امكانيه للدخول على خط اداره الصراع. هو بشوف انه نعم الفلسطينيين خاصه داخل يعني 48 وايضا بالضفه الغربيه بما يتشكل من وعي جديد، والاسرائيليين المفكرين ولا يعني بدي اقول يعني أصحاب الحس الإنساني لابد أن يفكروا بمخارج. وعلى هؤلاء أنا بتقديري بالدرجة الأولى يقع ابتداع بدي أقول مسارات معينة، عناوين معينة. لا بأس أن يكون لبنان أولا، وأن يكون سوريا أولا، وأن يكون العراق أولا وفلسطين أولا، لكن ماذا تعني أولا؟ تعني كيف يمكن أن أتحمل مسؤوليتي كشعب معني بقضاياي مباشرة، لكن في خدمة أهداف يعني محقق لصالح الإنسان، لصالح المواطن، لصالح المنطقة إلى آخره. وبالتالي بيصير شرق أوسط جديد، بيصير تحالفات، إسرائيل بتكون هون أو بيصير تموضوعات معينة. هذا الأمر ما عاد إلا ينطلق من منطلق حقوق الإنسان، حقوق الناس، حقوق الشعوب. وهون أنا بشوف إنه إسرائيل بتقديري ليست الخطر الأكبر دائما على هذا البلد أو ذاك أو على هذه المنطقة. يمكن يكون الأخطر فيها مثل ما بعد 48 وإن كنا ساعتها يعني شبيهين بالوضع الراهن بعد يعني الهزيمة، لكن كان في مد جماهيري وكنا في مرحلة تحرر. لا صحيح نحن حاليا في مرحلة تحلل، لكن التحرر سريعا قاد إلى تحلل. نريد أن يكون التحلل والتفكيك الآن يقود إلى تحرر. فعمليا بتصوري أنه إسرائيل تعيش أيضا مرحلة لا تريد سلاما سريعا، ولا تريد الآن، أقصد الآن وليس أمس الأول أمس، ولا تريد سلاما شاملا. حتى المثال اللي حكاه الدكتور محمود، كان مطلوبا من حافظ الأسد
أن يرفض الذهاب مع السادات وبالتالي مع الفلسطينيين إلى القدس. هذا كان مطلوب منه لأنه دور وظيفة للنظام إسرائيل والأمريكان مصلحتهم هي مسألة الخطوة الخطوة، مسألة الصلح المنفرد وما شابه، ليس لأنه في عبقرية أو في هناك تمنع. ممنوع على النظام السوري أن يوقع إلا في آخر الناس لأسباب عديدة، إلا إذا تغيرت معطيات خارج هذا السياق الراهي. من هون بقول أنه نحن كمفكرين عرب بدي أقول معنيين الآن بوقف بعقلانية. الخطر الآخر هو خطر الذهنيات اللي هو لا يقل عن خطر إسرائيل، ذهنيات الجيل الجديد الحكام الجدد العرب بتصوري هني بده يكونوا الأدوات إسرائيل لأن أو الغرب أو ما يعني أو يعني ذهنيات جديدة، ليس فقط يعني يحتاج زعيم عربي بالإمارات ولا غيره. أنا بتقديري مش مسألة إيران، صار في مسألة قناعات جديدة على صعيد الناس، على صعيد الحكام، على صعيد أدوات الحكام. هذا التشوه بالوعي بشكل خطر كبير علينا. والنقطة الثالثة الخطيرة واللي هينا فينا إحنا نشتغل فيها، إنه نعم بين النخب العربية لأسباب عديدة، ما بدي أقول جهل أو غير جهل واحد أو عمل واحد، لكن المقاربات قد تكون من الخطورة إنه خلينا نعمل هيك وما في من يكون هيك. بوجود الناس وطنية وصادقة ومفكرة وبتعرف وبتفهم، إنما هذا الأمر يحمل من الخطورة الكبيرة على يعني اللي فيني نسميه صفاء الوعي الإنساني قبل نقول قومي والقومي قبل نقول قطري أو المناطق وما شابه. لذلك إسرائيل أنا ما بتخوفني كثير بمقدار ما هذا الجيل والذهنية الجديدة للحكام، وبدي أقول انزلاق العديد من النخب التي لا أشك بوطنيتها لكن وعيها وعي بدي أقول يعني ما أنا مستوعب ديناميكية التاريخ ومسألة الحقوق. ساعتها بعد سنة أو 10 سنين أو 20 سنة شو بيصير بفلسطين، شو بيصير كذا، شو بيسمي هون إلى آخره. أنا بتقديري نحتاج إلى نظريات أخلاقية ونظريات بدي أقول جيوستراتيجية جديدة نستطيع من خلالها أنا كيف فيني نخاطب التركي بغض النظر عن العثمانية هون، ولا خاطب الفارسي، ولا خاطب الإيراني إلى آخره. هذا الأمر اللي بيعنينا بما فيها بين الشعوب العربية، يعني وقت بتشوف منه هون وقت بدك تشوف إنه داعي إماراتي على سبيل المثال يا ما حاكي ضد إسرائيل وبده يكوع، شو احتج إنه والله حرقوا العرب العالم الإماراتي، صار بده يعتذر. طيب حرقوا العالم الإماراتي، دفعت عن علمك على راسك، أنت بدك تروح تعتذر من الإسرائيليين وتبطلوا لهم وما عارف شو الآخرين لشو. هذا الانقلاب في الوعي، هذا الانحدار في الوعي هو الحقيقة. نحن كل واحد منا معني إنه يفكر بكيفية مواجهته. يعطيكم العافية. شكرا. شكرا دكتور ميشيل على الخواتيم. طبعا نحن بحالة انعطاف جيوستراتيجي على الصعيد العالمي، على الصعيد الإقليمي، وأيضا بين الخلل بالمنظومة الأمن الإقليمي العربي، وأن ساحة المشرق العربي هي ساحة صراع يفعل فيها هي غير فاعل. اليوم لا يوجد لدينا لا البيئة التي تساعد فعلا على الصمود ولا القيادات التي تقود في هذا الليل المظلم وفي هذا البحر العاصف. بالحقيقة ما زالت الأمور على غاربها تلعب فينا قوى إقليمية. هذا التهافت والركض لعقد السلام والتطبيع مع إسرائيل هو دليل خوف أنظمة متداعية أو خوفا من التداعي أو لتحمي نفسها من صراع جيوستراتيجي في المنطقة ليس لنا فيه أي دور وأي نفع. المسألة الفلسطينية تكثف صراع المنطقة، حل المسألة الفلسطينية قد يكون هو بوابة لحل منطقة الشرق الأوسط. لا يوجد شرق أوسط قابل للحياة وديمقراطي بدون حل المسألة الفلسطينية. شكرا لكل من تداخل، شكرا للأستاذ عريب الرنتاوي مرة أخرى على حضوره الجميل، ونحن بدنا نضلنا على التواصل لأنه مثل ما أشرت كل قوى الديمقراطية للتغيير في الربيع العربي هي في خندق واحد، وبالحقيقة الآخرون
في خندق آخر. مرة ثانية شكرا لك وشكرا للجميع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من حوارات مسار.